صباح الخير، صباحكم جميل وأجمل بعد، ويانا نلتقيكم من يوم جديد ويجدد لقائنا وياكم عبر قناة الرشيد الفضائية. رح نكون متواصلين وياكم عبر 3 ساعات من البث المباشر برفقتنا وبرفقة تقاريرنا وأيضا ضيوفنا. مشاهدينا بإمكانكم أن تتواصلون ويانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والإيميل الخاص بالبرنامج وأيضا هواتفنا. رح نشاهد في هذه الحلقة. الرياضة الصباحية مع شمم. جامعة البصرة تحتفل بالذكرى 50 لتأسيسها. للعيش صلاحية مسرحية لطلبة كلية الفنون الجميلة في بابل. هل المجاملات ضرورية في حياتنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال تقريرنا. وفي زودياك نتعرف على توقعات الأبراج. إضافة إلى فقراتنا المتنوعة اللي هي الطقس وحركة الطائرات وبغداد الآن وكتبت بغداد. أما الآن انتقالة إلى زميلي علي وفقرة أحوال الطقس. صباح الخير. صباح الخير اشتياق، وطيب الله اوقاتكم احبتنا ومتابعينا في كل مكان. النشرة الجوية وتوقعات درجات الحرارة وحالة الطقس في اغلب دول العالم وايضا المحافظات العراقية. بداية من اجمل المناطق وخصوصا في فصل الربيع سويسرا، نشاهد في صور الطبيعة هناك اللي تتمتع باستقرار جوي وتعتبر من اهم المدن على مستوى السياحة سويسرا، وأيضا بعض المناطق الجبلية اللي مكسوة بالخضر. إذن مشاهدينا، من الاستقرار الجوي وجمال الطبيعة في سويسرا إلى حالة عدم استقرار جوي في البلاد وبعض المحافظات العراقية التي تشهد عدم استقرار جوي وأيضا انخفاض بدرجات الحرارة في الأجزاء الشمالية من البلاد وارتفاعها في الأجزاء الجنوبية والوسطى، مع احتمال وجود عواصف ترابية اليوم أو غدا. وبداية نبدأها من المحافظات الشمالية وتوقعات درجات الحرارة لهذا اليوم، تهوك تكون 26 درجة مع جو غائم جزئي. أما في أربيل تكون 29، سليمانية 23 وهي منخفضة قياسا بيوم أمس. أما في نينوى 30، وكركوك 29، تكريت 27 مع جو غائم جزئي. أما في غرب العراق الأنبار تكون 31 والرطبة 28، ولاحظ هناك ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في غرب العراق.
أما في الوسط بغداد 34 درجة مع جو غائم، وديالة تكون أيضا 34 هي وكربلاء مع جو مشمس في كربلاء. بابل 35، واسط تكون 32، ونجف 36، الديوانية 34 درجة هي وذي قار والسماوة، بالإضافة إلى البصرة مع وجود غيوم متفرقة، والعمارة تكون 32 درجة مئوية. إذن مشاهدينا من المحافظات العراقية انتقل للعواصم العربية، وبداية من الخليج العربي، مكة المكرمة مستقرة على 39 درجة لأيام، والمدينة المنورة 34 وهي منخفضة درجتين قياسا بيوم أمس. أما في مسقط 31، ودبي تكون 33 درجة مع جو مشمس. الدوحة 31، والمنامة تشهد انخفاض درجات الحرارة قياسا بالأيام السابقة تكون 24، الكويت 33 درجة. أما في عمان 24، ولاحظ هناك استقرار جوي في عمان، ودمشق 26، بيروت 22 درجة وهي مستقرة على هذه الدرجة لأيام. أما في القاهرة 31، وإلى دول المغرب العربي طرابلس 22، تونس أيضا 22 مع جو مشمس، والجزائر أيضا تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة قياسا بيوم أمس واللحظة ب 21. الرباط أيضا شهدت ارتفاع كبير بدرجات الحرارة 31. وأخيرا في العواصم العربية نواكشوط 28 درجة وهي منخفضة قياسا بيوم أمس. أما في العواصم العالمية وبداية من لندن بتكون 14 درجة مع استقرار جوي هناك. مدريد شهدت ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع أيضا استقرار جوي ولاحظة ب 26 درجة. روما 23 وباريس 13 مع جو غائم جزئي هناك. أثينا 19 مع احتمال تساقط أمطار، وأنقرة 14 مع أيضا هطول لأمطار. موسكو 8 درجات وطهران 24. إسلام أباد 27 درجة مع جو مشمس، وكابل 16 درجة. أما في نيودلهي اللي تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة لاحظة ب 33 درجة مع جو مشمس، وفي بكين 28 درجة وهي مستقرة على هذه الدرجة، وطوكيو 19، أخيرا سيول أيضا مع جو مشمس تكون 19 درجة وهي مرتفعة قياسا بالأيام السابقة. إذا المشاهدين تعرفنا على درجات الحرارة في أغلب العواصم العربية والعالمية وأيضا في المحافظات العراقية، نعود إلى بغداد وحالة الطقس بشكل تفصيلي. بداية موعد غروب الشمس سيكون في تمام الساعة 6:27، وشروقها اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 5:43. أيضا مشاهدينا نتعرف على سرعة الرياح المتوقعة لهذا اليوم، ستكون 24 كيلومتر في الساعة وهي نشطة، واتجاه يكون 12 جنوبي، أما مستوى الرؤية يكون 10 كيلومتر وهو المستوى الاعتيادي في الظروف الطبيعية. نسبة الرطوبة 20% ونقطة الندى تكون 5 درجات، الضغط الجوي يكون 1018، وحالة القمر يكون 55%، يكون في مرحلة تقدم الهلال. أخيرا مشاهدينا درجات الحرارة الصغرى والعظمى المسجلة اليوم وغدا وبعد غد. المتوقع اليوم العظمى تكون 34 والصغرى 18، غدا تكون 33 والصغرى 19، بعد غد تكون 31 والصغرى 17 درجة مئوية. إذن مشاهدينا كانت هذه جولتنا في أحوال الطقس، وتعرفنا على درجات الحرارة وحالة الطقس في أغلب المحافظات العراقية والعواصم العربية والعالمية. قبل انتقالتنا إلى اشتياق لتكملة فقراتنا، نترككم مع لقطة اليوم ونتمنى لكم نهار سعيد. لك علي. مشاهدينا تعرفنا على أحوال الطقس لصباح هذا اليوم، أما الآن رح نكون في فقرات بغداد الآن.
معنا عبر الهاتف العميد عمار الخياط من اعلام مديرية المرور العامة. صباح الخير عليك. صباح الخير. سيادة العميد صباح الخير عليك. صباح الخيرات السيادة، صباح الخير على جميع المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بكم. سيادة العميد بامكانك ان تخبرنا عن حركة المرور في شوارع بغداد اذا سمحت. سيادة ارجو المعذرة، الصوت واضح بس خليني ازودكم بالموقف. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية انه بغداد اليوم اكيد يعني صباحا كثافات المعروضة نفسها، هذه المشكلة فيها كثافات بدأت تختلف. صراحة كان هناك سقوط حاويات من بعض المركبات الكبيرة ضمن منطقة صدر القناة. يعني حتى الشارب هي ساقطة على جانب من الطريق، لكن رفعها يحتاج إلى رافعات ثقيلة، وإذا كانت هناك بعض العرقلة والزخم في حركة السير ضمن منطقة صدر القناة باتجاه الشعب واتجاه طريق المرور السريع. أرجو أن أسمع كلامي يكون الموقف أصبح اعتيادي. باقي مناطق بغداد يعني كثافات طبيعية، جسر ملعب الشعب زيونة باتجاه ملعب الشعب، الرباعي باتجاه الواسط، جراج الأمانة باتجاه جراج الأمانة، جامعة بغداد يعني جسر الجابرية صباحا يشهد كثافة، ما حد يدخل مركبات إلى جامعة سعودية بالسرسيس، لكن يكون الموقف في تحسن حاليا مع مشكلة دي. مدخل حارثية بعض الكثافة على مدخل حارثية أكثر في بعض الأحيان عن الدخن، السير اللي قادم من السير باتجاه الفارس العربي. تحت المتحف كثافة ضمن تحت المتحف نفسه يعني كثافة مركبات، لكن نقدر نقول ما عندنا اي معوق من المنطقه، الحركه جدا اعتياديه. مداخل بغداد فقط عندنا المنطقه القريبه من ذراع بيزو، جسر ذراع بيزو، تحت بعض الكثافه تصريف المركبات، لكن باقي المناطق نقدر نقول ان شاء الله خير. الشارجه بعد الساعه بالعشره ان شاء الله يعني تبدي الكثافات محدوده، احنا يوميا نهمها منطقه الشارجه المنطقه التجاريه المهمه، لكن نتامل من كافه الاخوه المواطنين الابتعاد عن مخالفه الوقوف الممنوع. نعم. حتى لا تكون هناك اي عرقله في حركه السير والمرور. اتمنى السلامه اليك، واتمنى انه يكون الموقف يستمر جيد بهذا الشكل لغايه المساء. نعم. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك سياده العميد، نتمنى لك السلامه والسلامه لجميع المواطنين. مشاهدينا بعدنا مستمرين بفقراتنا، والآن بحركة الطائرات. ومعنا عبر الهاتف الاستاذ صلاح تايه من اعلام الخطوط الجويه العراقيه. صباح الخير عليك. اهلا، السلام عليكم سيدي اشتياق. صباح الخير عليك.
شلون امورك؟ الحمد لله تمام. استاذ بامكانك ان تخبرنا عن حركه الطائرات والرحلات المغادره والقادمه الى مطار بغداد الدولي؟ طب بكل سرور. نعم. ست اشتياق، الرحله الاولى انطلقت الساعه 11 صباحا من بغداد باتجاه مطار النجف الاشرف الدولي، ومنها مباشره الى اصفهان. في الثامنه والنصف غادرت رحله من بغداد متوجهه الى البصره ومنها الى دبي، وعند العاشره باذن الله تتغادر لنا رحله من بغداد الى اسطنبول. الحادي عشر والنصف لدينا رحله مغادره من بغداد الى بيروت، والواحدة والربع من بعد الظهر لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه لندن. في الثانية والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى عمان، والرابعة عشرة لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه كوبنهاجن. في الرابعة والنصف رحلة بغداد القاهرة، والخامسة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه أربيل ومنها إلى سليمانية. السابعة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه الكويت، وعند التاسعة رحلة بغداد أنقرة، في العاشرة والنصف رحلة من بغداد باتجاه المنامة. هذا بالنسبة للرحلات المغادرة. أما بالنسبة للرحلات القادمة إلى مطار بغداد الدولي، هذا اليوم في السادسة والنصف صباحا استقبلنا رحلة قادمة من دبي إلى بغداد، وعند الحادي عشر والنصف ننتظر رحلة قادمة من اسطنبول إلى البصرة ومنها إلى بغداد. في السادسة والنصف لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى بغداد، في السابعة وخمسة واربعين دقيقة لدينا رحلة قادمة من السليمانية إلى أربيل ومنها إلى بغداد، عند التاسعة والربع لدينا رحلة قادمة من أصفهان إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها إلى بغداد، في العاشرة لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى بغداد، في الحادي عشر والنصف لدينا رحلة قادمة من أنقرة إلى بغداد، وعند الثالثة والنصف فجرا لدينا رحلة قادمة من كوبنهاجن إلى بغداد. السادسة من صباح يوم غد بإذن الله لدينا رحلة قادمة من لندن إلى بغداد. أكيد ست اشتياق، نحن وياكم نتمنى للأخوة المسافرين والمغادرين والقادمين على مدى طارة شركة الفوجية العراقية السعادة وسلامة الوصول. شكرا لك أستاذ صلاح تايه من إعلام الخطوط الجوية العراقية، نتمنى لك السلامة والسلامة لجميع المواطنين. بعدنا مستمرين إياكم بفقراتنا، أما الآن هذه انتقالة إلى زميلة راند وفقرة كتبت بغداد وأهم ما جاء في الصحف هذا الصباح. صباح الخير عليك. صباح الخير اشتياق، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه جولة من الصحف فيما كتبت. نقرأ من صحيفة الصباح: الموازنة بين احتمالات الفرصة الأخيرة وقرار الترحيل. على الرغم من أن الموازنة العامة للبلد لا تسير نحو طرق لإقرارها، لا سيما مع احتدام حدة التنافس الانتخابي وقرب يوم الاقتراع العام 30 من نيسان الجاري، وانشغال العديد من أعضاء البرلمان ببرامجهم الانتخابية والدعائية، بيد أن البرلمانيين يرون في تشكيل اللجنة الرباعية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي لسهيل فرصة أخيرة للاتفاق على قانون الموازنة. وكانت رئاسة مجلس النواب قررت أمس الأول الأحد تشكيل لجنة نيابية رباعية مكونة من نائبي رئيس المجلس ورئيس لجنتي النفط والمالية النيابيتين لحل أزمة تعطيل الموازنة. عضو اللجنة القانونية حسن الياسري أكد أن تشكيل اللجنة الرباعية من قبل البرلمان هو محاولة أخيرة لغرض حل المشكلة العالقة فيما يتعلق بالموازنة ما بين بغداد وأربيل. وقال اليسري في حديث للصباح أن تشكيل اللجنة جاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل، وهو محاولة لتقريب وجهة النظر، ومن المفترض أن تلتقي اللجنة أولا بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ثم تلتقي بالمسؤولين في إقليم كردستان. لكن الياسري رأى أن هذه اللجنة مع ما تبقى من عمر البرلمان لن تحقق أي شيء، لأن جميع الكتل قد تفرغت للدعاية الانتخابية. ربما بعد الانتخابات تكون هناك صفقة جديدة، ولكن من هنا إلى الانتخابات لن يتحقق شيء.
ومن الصباح ننتقل إلى صحيفة الزمان ونقرأ فيها من عنوان العدل يسرع إنجاز صح صدور الكتب المرورية. اعتمدت وزارة العدل آلية جديدة لتسريع معاملات كتب صحة الصدور للمركبات، وقالت أن الهدف من ذلك هو تخفيف معاناة المواطنين وضمان سرعة إنجاز معاملاتهم بما يخدم الصالح العام. وقالت مدير عام دائرة الكتاب العدول التابعة للوزارة زينب محمد في بيان أمس أن الدائرة اعتمدت آلية جديدة تكفل سرعة إنجاز معاملات كتب صحة الصدور الخاصة بالمركبات، مشيرة إلى أن الإجابة على كتب صحة الصدور ستكون مركزية وليست عن طريق الدوائر الفرعية. وأضافت محمد أن الآلية شملت نسبة ضابط حقوقي من مديرية المرور العامة للعمل في الدائرة لاستلام كتب صحة الصدور التي تصدر أو تصدر من هذه المديرية بجميع فروعها، على أن تكون معنونة إلى دائرة الكتاب العدول وبيد معتمد رسمي، مبينة أنه بعد استلام هذه الكتب تقوم الدائرة بتزويد الدوائر الفرعية بكتب صحة الصدور عن طريق معتمديهم وبشكل يومي. وبعد ورود الإجابة من دوائرنا الفرعية والتي تكون معنونة إلى دائرتنا وبنسختين، واحدة منها إلى مديرية المرور العامة، على أن تكون الإجابة خلال 48 ساعة، ليتم بعدها تزويد مديرية المرور العامة بنسخ منها وعن طريق ممثل هذه المديرية. وأشارت إلى أن الآلية التي سيتم اعتمادها ستكون في بغداد فقط دون المحافظات، كون الزخم الحاصل في إنجاز كتب صحة الصدور وهو في هذه المحافظة ولصعوبة تطبيق هذه الآلية في دوائر المحافظات. على صعيد متصل، بدأت مديرية المرور العامة بمنح استمارات إجازات قيادة المركبات بشكل مباشر من دون اللجوء إلى سحبها إلكترونياً. وننتقل من صحيفة الزمان إلى صحيفة المدى ونقرأ في صفحتها الأولى من عنوان الجمارك تمنع استيراد أثاث وملابس البالة. أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية أمس الأثنين عن وضع تعليمات وضوابط جديدة تسهم في زيادة الواردات المالية للدولة ودعم الاقتصاد العراقي، فضلا عن تسهيل عمل هيئة الجمارك في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ الجنوبية فيما منعت استيراد الأثاث والملابس المستخدمة. وقال مدير جمارك المنطقة الجنوبية أحمد نوري أن رئيس الهيئة العامة للجمارك العراقية وميض خالد بحث مع مجلس محافظة البصرة ومدراء المنافذ الحدودية فيها إمكانية تطبيق ضوابط جديدة تسهل عمل الدوائر الجمركية في كل من مطار البصرة الدولي ومنافذ المحافظة الحدودية في صفوان وشلامجة، فضلا عن الموانئ العراقية. وأضاف أن التعليمات الجديدة ستضمن توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات على التجار، بالإضافة إلى وضع أجهزة ومخازن لخزن المواد الغذائية الداخلة عبر المنافذ الحدودية وفحص مدى جودتها من ناحية النوعية والصحة. ومن صحيفة المدى ننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد ونقرأ فيها عنوان ملامح تحالف بين الصدر والحكيم وعلاوي ودولة القانون المالك مرشحنا الأول والأخير. مع انطلاق الحملات الدعائية للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، يطلق زعماء سياسيون رسائل وإشارات عن ميولهم إلى إنشاء التحالفات الجديدة. ويبدو أن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي وأياد علاوي زعيم حركة الوفاق أطلقوا جهودا سياسية للتنسيق بين كتلهم، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون أن المالكي مرشحه الأول والأخير. وأكد زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ضرورة توحيد الخطاب وتعزيز الوحدة الوطنية بالحوار البناء والصادق من أجل مصلحة الشعب العراقي، فيما أشار إلى أهمية متابعة الأزمات ومعالجتها. وننتقل من صحيفة الصباح الجديد إلى صحيفة الزوراء ونقرأ في صفحتها الأولى من عنوان الجامعة العربية تخصص وفدين لمراقبة الانتخابات العراقية في العراق ومصر.
خصصت جامعة الدول العربية أمس الاثنين وفدين لمراقبة الانتخابات العراقية، أحدهما داخل العراق ووفد آخر لتغطية انتخابات العراقيين داخل مصر، لمتابعة سير العملية الانتخابية التشريعية المقررة نهاية الشهر الحالي. وقال رئيس مكتب المفوضية العليا للانتخابات العراقية في القاهرة حسن سلمان في تصريحات لوسائل الأعلام أن الجامعة العربية خصصت وفدين لمراقبة الانتخابات العراقية، أحدهما داخل العراق برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير وجيه عنفي، ووفد آخر لتغطية انتخابات العراقيين داخل مصر. وأكد سلمان أن الترتيبات لإجراء الانتخابات في القاهرة تجرى على قدم وساق، مشددا على أن المفوضية عازمة أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ولا تشوبها أي شائبة. مشاهدينا، وننتقل إلى أخيرات الصحف من أخبار منوعة وثقافية، ونبدأ من صحيفة الصباح ونقرأ فيها من عنوان وفاة أسطورة هوليوود ميغي روني عن 93 عاما. أعلنت السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس أن الممثل الأمريكي ميغي روني الذي أصبح نجما لامعا وهو لا يزال في سن الشباب في الثلاثينات من القرن الماضي، ثم أصبح ممثلا متعدد المواهب على مدى نحو 10 عقود، توفي الأحد الماضي عن 93 عاما. ونقل مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس عن شرطة المقاطعة قولها أن روني الذي اشتهر بحياته الشخصية الحافلة في ذروة شهرته والذي تزوج 8 مرات مات بعد مرض طويل في منزله باستوديو سيتي. وقالت الممثلة مارغريت أوبراين في بيان كان بلا شك الممثل الأكثر موهبة على الأطلاق، لم يكن هناك شيء لا يستطيع القيام به. وعمل روني بالفن منذ نعومة أظفاره بعد أن ولد في 30 من أيلول عام 1920، فقد كان والداه جويول ونيل يقدمان مسرحية هزلية وكان روني يشارك فيها وهو الثانية من عمره ويرتدي حلة سهرة صغيرة. وننتقل من صحيفة الصباح وإلى أخيرة الزمان، ونقرأ فيها من عنوان همس المدن العراقية بسينما الواقع الفرنسية. نال الفيلم الوثائقي العراقي الطويل همس المدن للمخرج قاسم عبدة تنويها خاصا من مهرجان سينما الواقع في فرنسا، وجاء ذلك في عرضه الأوروبي الأول. وكان همس المدن الحائز على دعم من مهرجان أبوظبي السينمائي، شارك في المسابقة الدولية ضمن 9 أفلام وثائقية في إطار سينما الواقع. ويرصد الفيلم الوثائقي الطويل وقائع الحياة اليومية في كل من مدينة رام الله وبغداد وأربيل من خلال متابعات استغرقت قرابة 10 سنوات. اختار خلالها المخرج قاسم عبد ترك الكاميرا لتمارس دورها المراقب الأبداعي الذي يمكن له من مقاربة همسات المدن التي تقف على حافة تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. وقال قاسم في تصريح الفيلم يتكون من 3 قصص وثائقية منفصلة ومتداخلة حسيا وبصريا، صورت خلال 10 سنوات الماضية في 3 مدن في الشرق الأوسط، وهذه القصص لا تحوي أي كلام أو حوار مباشر وإنما تعتمد على عناصر اللغة السينمائية كوسيلة لإيصال الأفكار والمشاعر والتعبير عن الوضع الإنساني بمستوياته المختلفة العاطفية والروحية والسياسية والفكرية. وهمس المدن من 3 أجزاء منفصلة تربطها نية اللقطة وحرارتها وأحساس مصورها. على مدى 10 سنوات عاش عبد في تلك المدن وصور حياة الشارع السلفي من خلف نافذة من على شرفة أو سطح البناية. وننتقل من صحيفة الزمان إلى أخيرة المدى، ونقرأ فيها السلطانة تغضب على الصحفيين بسبب والدها.
التقطت عدسات الكاميرات صورا جديدة للممثلة التركية نور فتح أوغلو المعروفة في الوطن العربي بالسلطانة ناهد في مسلسل حريم السلطان في منطقة نيشن تايشن. وكانت نور متوجهة إلى المستشفى برفقة والدها من أجل إجراء الفحوصات الطبية له للإطمئنان على صحته. وأثار وجود الصحفيين غضب نور حيث قالت لهم: لماذا تصورون والدي؟ فهو لا علاقة له بالفن. وأضافت أنها تحاول أن تبعد عائلتها عن الأضواء وترفض تدخل الصحافة في حياتها الشخصية. ومن أخيرة المدى نقرأ في أخيرة الصباح الجديد: على الرغم من رفض الأزهر الرقابة في مصر تجيز عرض فيلم نوح. بعد قرار سابق أصدر منذ أسبوعين بمنع العرض، استقر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصري على إجازة عرض الفيلم الأجنبي نوح في مصر، حيث جاء قرار الرفض تأثيرا برفض مؤسسة الأزهر لذلك التي استندت على رأيها الفقهي والديني بحرمانية تجسيد الأنبياء والصحابة في أعمال سينمائية أو مسرحية أو درامية وفق النهر. وحسمت لجنة الرقابة على المصنفات قرارها بعرض الفيلم بعد الهجوم الذي تعرضت له أخيرا من جانب مبدعين ومثقفين لوقوفها أمام عرض الفيلم في مصر، لا سيما أن استنادها في العرض سيكون أن موقف الأزهر ليس ملزما لها، لأن المؤسسة الدينية هنا دورها استشاري وليس إلزاميا. وينتظر عدد كبير من رواد السينما في مصر عرض الفيلم في الوقت الذي قال فيه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن رفض الأزهر للفيلم سيدخل المجتمع في مجال الممنوع مرغوب، مؤكدين ترجمة الفيلم إلى العربية ونشره على يوتيوب والمواقع الإلكترونية الأخرى المتخصصة بعرض الأفلام. وننتقل من أخيرة الصباح الجديد إلى أخيرة الزوراء ونقرأ فيها: أغنية كل ملكك لشيرين عبد الوهاب تتجاوز 7 ملايين مشاهدة. حققت أغنية النجمة شيرين عبد الوهاب أنا كل ملكك من ألبومها الجديد أنا كتير نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة مرتفعة تجاوزت 7 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، لتصبح الأغنية الأكثر مشاهدة بالمقارنة بباقي أغاني الألبوم. والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع أحمد إبراهيم، وتأتي في المركز الثاني أغنيتها شكرا يا شهم والتي حققت نسبة مشاهدة تقترب من 4 ملايين، ليكون الفارق بين أغنية المركز الأول أنا كل ملكك وأقرب أغنية لها من حيث نسبة المشاهدة هو 3 ملايين مشاهدة، وهو فارق كبير يؤكد نجاح الأغنية وانفرادها عن باقي الألبوم الذي حقق مبيعات ونجاحا واسعا بمجرد طرحه بالأسواق منذ أكثر من 2 شهر تقريبا. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولة الصحف لهذا اليوم، وهذه انتقالة إلى استوديو يوم جديد. شكرا مشاهدينا، بعدنا مستمرين بفقراتنا والآن فقرة فتنس ورياضة صباحية مع شمن. صباح الخير، اليوم رح نشتغل على منطقة البطن والمعدة، ومثل ما صرنا نعرف انه هالمنطقة ممنوع يصير في عليها كمية شحم كتيرة لأنه بتضرب على القلب، بقى المهم كتير أنه نخفف من أكل المعجنات والدهون ونستبدلها بالخضروات لحتى تكون دايماً معدتنا مرتاحة، وأكيد نمارس رياضة وأهم شيء منطقة البطن. لذلك اليوم رح ننزل على الأرض، رح نبلش مع بعض، ظهرنا دايماً يكون على الأرض، ما فينا يعني ندخل ايدنا من هون، ما منعلي ظهرنا حتى ما نأذي،
رح نطلع نطلع لفوق لحتى ما نشد على رقبتنا. تن كمان عشرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نطلع على ايدينا الركب متنيين ننزل نطلع 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي نرجع على ظهرنا مع بعض عالنص مرة يمين وعالنص مرة يسار. 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي نرجع لايدينا ركب اكيد متنية كمان بس هالمرة بدل ما نعلي ونوطي رح نمدهم ونرجع نتنيهم 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي على الارض هالمرة كمان واحدة على النص مرة اليمين مفرودة على النص واليسار 3 4 5. دايما بنفضي نفس بس نعلي بناخد نفس بس ننزل لتحت 8 9 10 11 12 13 14 15 آخر مرتين اوكي رح نرجع نطلع هالمرة
مرة يمين مرة يسار، ركبة متنية والتانية مفرودة. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مريح شوي. رح نبرم على طرف، رح نشتغل على الخصر مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح نثبت فوق. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 منبدل على تاني طرف. مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نثبت فوق. 1 2 أهم شي نكون عم نحرك خصرنا. 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 نريح. اوكي ركب متنية، ايدينا على الارض، مرة يمين مرة يسار. 3 4 5 6 7 8 9 10 هالمرة مرة على اليمين وراح نفردها على النص، مرة على اليسار على النص يمين. 4 5 6 7 8 9 10 ريح. اوكي
مع بعض. مرة ركب متنيين، مرة مندق بالأرض، نرجع نفتح على طرف. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مع كعب الإجر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرة على الكعب. بوينت يمين يسار. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نبرم على بطننا، رح نثبت شوي على ايدينا. مرة ركبة اليمين لقدام، مرة اليسار. 3 4 5 7 8 9 10 رح ننزل على عكسنا، نثبت شوي. اوكي منريح. اوكي هالمرة رح نبلش على عكسنا، رح نطلع يمين يسار، نتني تاني ركبة، نرجع ننزل على عكسنا. اوكي نطلع. 2 يمين يسار. كتير مهم نشد الركبة قد ما فينا لعند الصدر، نرجع لنفس الوضعية لتضل المعدة مشدودة. اوكي ننزل كمان مرة. اوكي رح نرجع نثبت شوي. ركب على الارض نريح. نرجع رح نعمل ستريتشينج، نشد ركبة اليمين قد ما فينا لعند الصدر، ركبة تانية مفرودة، تاني طرف. اوكي رح نبرم، هم نشيل الكتف يكون على الارض، ما منعلي كتفنا، ما منقد بكتفنا لحتى نبرم على تاني طرف قد ما فينا. نثبت شوي، أكيد عم نتنفس لتاني طرف. رح ناخد نفس. كمان مرة. وهيك بتكون فقرتنا لليوم خلصت. بشوفكم بكرة، يعطيكم العافية.
مشاهدينا بعدنا مستمرين وياكم بفقراتنا، اما الان وصلنا الى فقره شلون صحتك مع الدكتور احمد مرزوق، التدرن وانواعه ومستوياته وطرق الوقايه والعلاج منه. صباح الخير عليك دكتور. صباح الخير. شلونك؟ يا هلا. دكتور احمد مرزوق اختصاص امراض صدريه، صباح الخير. صباح الخير. دكتور ما هو مرض التدرن؟ مرض التدرن هو مرض معدي او ما يسمى انتقالي تسببه بكتيريا اسمها عصيات كوخ. يصيب عادة الجهاز التنفسي وينتقل في الاغلب الاعم عن طريق رذاذ يخرج من فم وأنف المصاب عندما يسعل، أي عندما يقح يعني، أو يعطس أو يتكلم. نعم. المرض يصيب تقريبا جميع فئات المجتمع، لا يفرق بين رجال ونساء، ولا يفرق بين غني وفقير، ولا يفرق بين عمر وعمر آخر. الواقع هنالك عوامل كثيرة تتحكم بكيفية حصول المرض. أكثر الناس عرضة للإصابة هم عادة الطبقات الفقيرة، ولو إحنا قلنا هو ما يفرق بين غني وفقير، بس لأنه الطبقات الفقيرة عادة يكون تغذيتهم دون المستوى المطلوب، يعيشون عادة في أماكن صغيرة، يعني عدد الغرف بالبيت قليلة، المزدحمة، التهوية ضعيفة. ممكن أن ينتقل المرض من شخص آخر بسهولة، يساعد على انتقال المرض من شخص إلى شخص آخر بسهولة عندما يكون الحيز ضيق، ازدحام كثير، تهوية ضعيفة، الشخص المعرض للعدوى يكون مناعته قليلة لأن تغذيته ضعيفة. بصورة عامة مرض التدرن من الأمراض المتوطنة في العالم أجمع. هذا المرض يصيب تقريبا 9 ملايين شخص بالعالم. نعم. يصاب بالمرض فعليا. أما الذين يحملون الجرثومة أو تعرضوا لها بمرحلة من مراحل حياتهم فهو ما يعادل ثلث سكان العالم. نعم. يعني أكثر من 2 مليار شخص بالعالم الآن هم يحملون جرثومة السل. هاي الجرثومة لما يأخذها الشخص عادة تستقر في الحويصلات الهوائية بالرئة وتكمن هناك، لأنه عادة الجسم في الأعم الأغلب يتمكن من إحاطة هاي الحويصلة بالخلايا المناعية ويصير تليف بسيط جداً، تبقى هاي البكتيريا ساكنة هناك، قد تبقى ساكنة 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، وأحيانا العمر كله وما يبين شيء على الشخص. بس إذا تعرض المريض لضعف في جهاز المناعة لأي سبب كان تقل تغذيته، كان يصاب بالسكر، كان يعني يصاب بسرطان ويأخذ أدوية مثبطة للمناعة، كان يتعرض إلى عملية زرع عضو كلى أو أي عضو آخر، يأخذ أدوية مثبطة للمناعة تنشط البكتيريا مرة ثانية ويصاب المريض بالتدرن الفعال، المرة ما يصير دورمنت أو ساكن، يصاب بالتدرن الفعال. التدرن في منظمة الصحة العالمية حطت خطة للقضاء عليه سنة 2010. حلو. كان المفروض بال 2010 التدرن يقضى عليه في جميع أنحاء العالم، وكانت الخطوات ماشية بالاتجاه الصحيح إلى سنة 1985. بال 1985 شافوا الأطباء أنه أخذت حالات التدرن تزداد، عدد الإصابات بالعالم بدأ يزداد في جميع أنحاء العالم والعراق من ضمنها، ومنطقة إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط أيضا بدأت الإصابات ترتفع به بطريقة مو طبيعية. نعم. شافوا يعني درسوا الأسباب ليش بدأ التدرن يصعد مرة ثانية. شنو الأسباب يعني؟
شافوا انه الايدز كان احد الاسباب المهمه جدا في ارتفاع عدد اصابات التدرن، لان الايدز يعني كما يعرف المشاهد الكريم انه يهدم جهاز المناعه. وهو البكتيريا السيل تنشط اذا تهدم جهاز المناعه. السبب الثاني المجاعات اللي صارت عند الدول، نعم، خصوصا الدول الفقيره الافريقيه والاسيويه والهند. السبب الثالث هو الحروب. حروب واللاجئين، يعني حركه نزوح البشر من مكان الى اخر تؤدي الى تدمير البنيه التحتيه الصحيه وبنيه الشخص الغذائيه وبنيه الشخص المناعيه. فهاي العوامل كلها تضافرت في انه خلت حالات التدرن تاخذ بالازدياد المفترض. نعم. ولهذا فكروا تفكير جدي في انه يضعون برنامج محكم لغرض السيطره على هذا المرض. فاكتشفوا ما يعرف بالعلاج المباشر او العلاج تحت الاشراف المباشر. شلون هذا يصير؟ يعني المريض حين يشخص يرسل الى مؤسسه صحيه، عاده مركز صحي او بيت صحي، يعني يسجل، ينفتح له فايل بذاك المكان، حلو، وياخذ العلاج تحت اشراف المؤسسه الصحيه المباشر. يعني المريض يجي كل يوم الصبح الى المركز الصحي ياخذ العلاج ماله ويعني يبلع الدواء امام الكادر الصحي. حلو. يشوف اشراف تام عليه، اشراف مباشر. هذا الاشراف المباشر عاده يستمر 60 يوم، لان هم شافوا انه الفتره المعديه واللي تحتاج الى علاج مكثف ومراقب هو يستمر 60 يوم. حلو. فيعطى المريض عاده اربع انواع من الدواء. اربع حبات ياخذ المريض صباحا امام الكادر الطبي. بعد نهايه الشهرين المريض يكون غير معدي، غير كامل. لكن بس هو ما طيبان، هو بالحقيقه يصير غير معدي ورا ثلاث اسابيع من العلاج. بس احنا نضمن بالكامل انه يصير غير معدي بعد مرور 60 يوم، بس بالتاكيد بعد ما طيبان. نعم. لهذا يمددون العلاج الى اربعه اشهر اخرى واحيانا خمسه اشهر. هاي المره ينطون الدواء اللي هو عاده يصير علاجين وليس اربع علاجات. علاجين يعطوها للمريض ياخذها ببيتهم ويراجع اسبوعيا. حلو. او كل اسبوعين للمركز الصحي حتى الموظف المعني بالمتابعه اللي هو عاده كادر صحي، لو معاون طبي لو معاون صيدلي، يروح يراقبه. ممكن انه دائما يكون قريب عليه. المفروض هو كل اسبوع يزوره واقصى شيء كل اسبوعين، واذا انقطع احنا نرتب زياره. حلو. يعني هو الكادر الصحي يروح يرتب زياره الى المريض بالبيت. بالواقع يعني تدرين انت احنا ظرفنا الحالي خصوصا بقسم من المحافظات بسبب الظرف الامني صار اكو نوع من الانقطاعات بهذا المجال. والعراق مو بس بالعراق الحقيقه، هواي دول يعني بيها ظروف فقيره احيانا، مو بس فقيره، حتى ظروف الامن مو طبيعي. يعني بافغانستان، بالصومال مثلا، احيانا بلبنان، بالاماكن اللي يصير بها حروب او يصير بها نزوح، البرنامج يتعرض الى نوع من تكسر الاواصر الحقيقيه المرتبطه به. نعم. وانا شخصيا عملت بحث على تاثير الظروف الامنيه غير المستقره على علاج التدرن. نعم. وخصوصا بالسنوات 2003 2004 2005. نعم. الحقيقه ظهر له تاثير فعال على انتظام العلاج. نعم. دكتور اريد اعرف من عندك، التدرن هل يسبب في وفاه المرضى؟ اذا اصيب المريض بالتدرن، يعني هسه خلينا نفرض 100 شخص اصيبوا بالتدرن وما راحوا طبيب وما تعالجوا، شنو راح يصير النتيجه النهائيه؟ مصير هذول المرضى شنو راح يصير؟ 50 مريض يموتون. 50% من المرضى المصابين بالتدرن، نعم، اذا ما شافهم طبيب وما اخذوا دواء يموتون. 25 مريض من هذول ال100 يشفون شفاء تام بدون علاج، بدون علاج. و25 مريض راح يتحولون الى مرضى مزمنين يبقون ينفثون المرض. نعم. بس انت يعني لو تساليني اذا هذا المريض ما اكتشف وما تداوى شنو ضرره على المجتمع؟
يعني هذا هي القصة الأساسية. إحنا تمام المريض يهمنا ويهمنا يطيب ويهمنا يتعافى ويهمنا يصير عضو فاعل بعائلته وبمجتمعه، بس يهمنا أيضا المجتمع. صحيح. هذا المريض إذا ما تداوى راح ينقل المرض الفعلي إلى 10 إلى 15 شخص سنويا، يعني كل عام المريض الذي لا يتعالج بصورة صحيحة راح ينقل المرض إلى 10 إلى 15 شخص بالسنة. بالعراق عدد إصابات التدرن السنوية بحلول 10,000 إصابة. يعني إحنا بالعراق كل سنة يصاب 10,000 شخص بالتدرن. من هذول 10,000 تقريبا 4,000 شخص يصابون بالمرض المعدي، لأن التدرن به 3 أنواع. بالنوع اللي يصيب الرئة ويكون فعال، هذا اللي يعني سبب السل، هو كله سل، كل سل، يعني وراء مرض التدرن يجي السل. لا لا، هو التدرن إلى اسمين، اسمه التدرن واسمه السل، نفس المرض هو نفسه، هو التدرن هو السل. دكتور زين، أعراضه لهذا المرض شلون نصير؟ هسه أجي نعم. إحنا عادة أي مريض يقح قحة متواصلة لفترة أكثر من 3 أسابيع، وعادة هاي القحة بها بلغم، وقد يكون بها نفث دموي، يعني قد يكون بهاي القحة ويا البلغم أكو خيط مال دم. واحد. واحد. إذن قحة 3 أسابيع بها بلغم وقد يكون بها دم. أو عنده حمى وتعرق ليلي، يعني سخونة يسخن من العصر وراء وياها عرق، المريض يتعرق. أو طبعاً أو يعني شيء مكمل الشيء، شيء مكمل الشيء. فقدان للشهية، فقدان للوزن غير مبرر. هاي العوامل إذا اجتمعت بمريض، أو إذا أي واحد منها صار بمريض لفترة أكثر من 3 أسابيع، لازم يراجع الطبيب، لأنه أكو احتمال يكون هذا مصاب بالتدرن. أسأل من يراجع؟ هسه إحنا قاعدين بالعراق، هذا المريض اللي أنا بدي أحكي عنه، اللي قلنا هو عنده قحة 3 أسابيع يا بلغم ويا هذا الجزء. اذا ما كان نفث دموي موجود، مو شرط، لا مو شرط. اذا عنده سخونه بالمساء وياها تعرق، اذا عنده فقدان شهيه، اذا عنده فقدان وزن، وين يروح؟ احنا عندنا في كل محافظه بالعراق مركز اسمه المركز الاستشاري للامراض الصدريه، موجود في كل محافظه. نعم. وبغداد موجود مركز استشاري في مدينه الطب اللي كان يسمى سابقا معهد التدرن، ويقع بالضبط مجاور لمصرف الدم. وعندنا مراكز كثيره، يعني عيادات استشاريه كثيره، مدينه الصدر عندنا، بالكاظميه عندنا، بالعظميه وعندنا، بالبياع وعندنا، بالدوره عندنا عيادات استشاريه. هذا المريض اللي يعاني من هاي الاعراض اللي انا هسه قلتها واللي اعيدها بس حتى ينتبه المشاهد للموضوع، اللي هي قلنا قحه بها بلغم، قد يكون بها نفث دموي تستمر أكثر من 3 أسابيع، وياها حمى، وياها تعرق ليلي، وياها فقدان شهية، وياها فقدان وزن. هذول العوامل تخلي المريض يراجع واحدة من هاي العيادات الاستشارية، سواء بأي محافظة أو بغداد. هناك راح يسوي له أشعة مجانية، راح يسوي له فحص بلغم مجاني، يأخذ نموذج من بلغم ماله يفحصه مجاني، ممكن يسوي له فحص لوظائف الجهاز التنفسي مجاني، تطلع النتيجة. إذا كان هذا تدرن راح يحولون المريض إلى أقرب مركز صحي إلى سكنه. هو ساكن بمدينة الصدر، يقولون أنت تروح إلى المركز الصحي الأول في مدينة الصدر، هناك راح تلقي ينطوا علاج لمدة أسبوع من العيادة الاستشارية، ينطوا علاج لمدة أسبوع، ينطوا كتاب إحالة، يروح إلى أقرب مركز صحي ببيتهم، ينطيهم كتاب الإحالة، يسجل عند ما يسمى بمنسق التدرن في المنطقة أو منسق التدرن في القطاع، ويحوله للمركز الصحي، يبدي هذا المريض يأخذ علاجه بصورة يومية منتظمة. نعم. هذا واحد. إذن إحنا عندنا تدرن صار نوع يصير بالرئة ويصير فعال واللي ينفث العصيات التنفسية، وهذا إحنا نوصيه أنه دائما من يقح يخلي منديل على وجهه، لازم. احنا مو كلش نحتاج نعزل المريض التدرن.
ممكن يلبس كمامة؟ ما يحتاج يلبس كمامة، بس من يقح وما يدفل بالقاع، البصاق يعني ما يدفل بالقاع. ما يحتاج نعزله، بس نحتاج الفترة الأولى اللي هي أول 3 أسابيع من العلاج، يعني ممكن مثلا ما يختلط بزوجته اختلاط مباشر. ممكن يبقى ويا العائلة ياكل ويشرب ويعيش وكذا، بس تجنب بسيط للاختلاط الحميم. للاختلاط الحميم يعني ما يقعد يبوس جهاله مثلا، يعني يبوس أصدقائه، ما يشارك بالشيشة ويا الآخرين هذول اللي يدخلون النرجيلة، ما يشارك بهاي. الانتقال يصير عادة عن طريق التنفس. 3 أسابيع راح يصير غير معدي. النوع الثاني من التدرن اللي هو يصيب الرئة بس عادة ما ينفس عصيات، وهذا يسمونه تدرن رئوي سالب. نعم. والنوع الثالث اللي يصير بالمعدة، بالأمعاء، بغشاء التامور، بالجلد، بالعين، ماكو جزء من الجسم ما يصاب. ذن الحالتين غير معديات، يعني التدرن الرئوي السالب والتدرن الرئوي اللي يصيب بقية أعضاء الجسم ما عدا الرئة يصير غير معدي. بس هذا من يحدده؟ من يحدده؟ لازم يحدده الطبيب، يعني لازم المريض يروح للطبيب، وبالذات إلى العيادات الاستشارية للأمراض الصدرية. نعم. اللي علاجها مجاني وفحصها مجاني ومتابعتها مجانية. نعم. هناك هم راح يقولوا أنت بيك تدرن فلان نوع، هذا النوع التدرني معدي. وإذا كان التدرن معدي فلازم المريض يجيب عائلته يعني أولاده. حلو. بناته، إخوانه، خواته، زوجته، منو عايش وياه في العمل، لازم يجيبهم لنفس المكان. احتمال إنهم مصابين؟ ممكن يكونوا مصابين لنفس المكان. إحنا بهذا المكان نسوي الإجراءات التالية: نأخذ أشعة للمريض، نسوي له فحص بلغم إذا كان عنده قحة، إذا كان مصاب راح نعطيه علاج. الأطفال عادة نعطيهم وقاية، نعطيهم دواء لمدة 2 شهر وقاية، حبوب يبلعها أو شراب للطفل. المشكلة اللي تظهر أحيانا بكثرة الإصابات بالسجون. السجون يعني عادة المساجين تدرين ظروف يعني الاهتمام مناخية اللي هو عايش هو نفسه. السجين يجوز يهمل حالته الصحية بسبب وضعه النفسي، ممكن يكون ما ياكل، ممكن يكون ما ياخذ علاج زين. عادة بكل العالم، في جميع أنحاء العالم، معروف أن السجون بؤرة جيدة لانتشار السلم. إحنا عندنا برنامج مخصص للسجون، دائما نفحص السجناء، وأكو ردهات خاصة إذا أصيب المرضى بالتدرن نعزلهم في داخل السجن في ردهة خاصة ونعطيهم العلاج بصورة لصيقة. وأكو تعاون كبير الحقيقة بين الجهات الإدارية الخاصة بالسجون وبين الجهات الصحية. وإحنا جايين يعني في متابعة مستمرة للموضوع. المكان الآخر اللي ممكن ينتشر به التدرن والمصحات، يعني دور المسنين مثلا. نعم دكتور لو سمحت، عندنا اتصال هاتفي. أبو محمد من بغداد، صباح الخير. صباحكم الله بالخير والعافية. الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا بك، تفضل أبو محمد. بالنسبة للدكتور استشارات، يعني بالنسبة لمرض التدرن أو السن. نعم دكتور وياك. يعني لماذا سمي مرض التدرن بالسن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الأعراض دائما تكرر، أنت هناك يتمدن، ولكن هناك أعراض كثيرة من خلال مشاهدتنا وقراءتنا في الموضوعات، خصوصا هذا مرض التدرن، فريق غير هذا يعني خروج الدم مع السعال وما شابه هذه. جزاكم الله خير. شكرا لك أبو محمد، شكرا لك. حياك الله أبو محمد. التدرن سمي بالتدرن لأنه يسوي درنات، ما يعرف بالعقد، هي البكتيريا نفسها تقعد بمكان بالأشعات، بالأشعات تبين بالأشعة، إذا مر صدر كل شيء ممكن يبين، يعني أي صورة شعاعية الطبيب يتوقعها ممكن يلقيها بالأشعة. هو يسوي درنات بسيطة بالرئة أو أي مكان. نعم. يسمى بالسل أيضا لأنه المريض يضعف ويهست، يفقد وزن كثير، مثلا يقول واحد مسلول. الأعراض طبعا مو شرط بس قحة ولا بس بلغم، هو تمام.
وقال احنا لا يشترط ان يكون القحة، احنا قلنا مرات فقدان وزن فقدان شهية الحمى اللي وحمى غير مفسرة ممكن يكون هذا التعرق الليلي. هاي الاعراض طبعا اضافة الى اعراض اخرى ممكن تظهر، يعني مثلا مريض اذا صار عنده تدرن بالعمود الفقري راح يسوي عنده ظهار، ممكن يسوي عنده كسر بالفقرات، اذا صار عندنا تدرن بغشاء الجنب ممكن يؤدي الى ضيق نفس، اذا صار عندنا تدرن بغشاء البريتون ممكن يصير عندنا حبن او الحمل الكاذب استسقاء البطن، اذا صار عندنا تدرن بالجلد ممكن يظهر على شكل يعني التدرن الجلد، اذا صار عندنا تدرن مثلا بالبروستات ممكن يؤدي الى حصى البول، اذا صار عندنا تدرن بالكلى بيسوي عندنا عجز كلى. يعني هو هاي الصوره العامه اللي انا بدي احكي لها عنها الاعراض اللي انا حكيتها هي الصوره الغالبه لمرض التدرن، بس احيانا يكون حمى غير مفسره بس واحد مسخن باستمرار فقدان شهيه. بس بالتاكيد لازم يعرف المشاهد انه مو كل فقدان شهيه هو تدرن ولا كل حمى غير مفسره هي تدرن، لازم اكو فد شيء، ولا كل فقدان وزن هو تدرن. يعني هواي امراض ممكن تسبب نفسها الاعراض، طبعا هذا يتعلق بالطبيب، هو الطبيب اللي راح يراجع المريض واللي راح يكون مثلا ممكن المريض يكون حمى مجهوله السبب يسوي مجموعه من التحاليل والفحوصات. هو هذا المرض له سلاسل مترابطه، هذا المرض يشترك مع الكثير من الامراض الاخرى بالاعراض والعلامات، خصوصا اذا ما كان واضح، يعني اذا ما كان قحه وسعاء يعني سعال وبلغم ونفث دموي هاي الصوره اللي كلش واضحه اللي حتى المواطن ممكن يشك بالموضوع، بس راح يكون مشترك مع غير امراض، يعني مثلا ممكن يكون هذا سرطان احنا ما ندري، ممكن يكون هذا لنفوما احنا ما ندري، ممكن يكون هذا مرض بالامعاء احنا ما ندري، مو شرط تكون كل واحد يعاني من الاعراض هذا الا تدرن. لازم يراجع الطبيب حتى هناك يصير الحكم هذا التدرن او لا. نعم دكتور، اريد نعرف التدرن هل الى درجات؟ التدرن ممكن يكون تدرن شديد وهو تدرن ما يسمى بالتدرن الدخني او الدخني، يصير تطلع صوره شعاعيه للمريض كانه دخن مطشوش بداخل الرئه، او تدرن السحايا وهذين النوعين يصير عاده بالاطفال يصير شديد تدرن شديد وهذا يعني غالبا يكون خطر. نقدر نحمي الطفل من هذا النوع من المرض عن طريق اللقاح. حلو. احنا ننطي عاده بي سي جي واللي هو اللقاح الصفر، جرعه الصفر. نعم. اللي سابقا طبعا مرت فتره طويله بالثمانينات ما يمنح الطفل شهاده الميلاد اذا ما يلقح لقاح السن. هذا اللقاح. الان طبعا ما عادت القصه هيجي يمنحون، بس احنا ننطي لقاح التدرن بالعراق اجباري عند الولاده عادة فترة الأسبوع الأول. حلو. هذا يحمي الطفل من التدرن السحائي والتدرن الدخني. نعم. بقية الأنواع تصير عادة أقل وقعة، بس تعتمد على الجزء المصاب من الجسم. نعم. طبعا بالمناسبة التدرن ممكن يصير بالقلب بغشاء التامور المحيط بالقلب، ممكن يصير بغشاء المحيط بالرئة، ممكن يصير بغشاء المحيط بالأمعاء، ممكن يصير بالمفاصل، ممكن يصير في أي مكان، تعتمد شدته وخطورته على العضو المصاب. مثلا إذا صار بالدماغ أكيد راح يسبب لنا مشاكل كثيرة. على العموم الإصحاح، يعني أنا تعيش في مكان بي هواء نقي بي شمس حلو بي مي، ولهذا سعاد حسني تقول شمس وهواء على مية بلا عيب بلا دواء بلا مر. دكتور انا اتصل هاتفي. حسين من الناصريه، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. صباح النور. صباح الخير عليك، تفضل حسين وياك الدكتور. يا عندي استفسار من الدكتور عزيزي اصابه من شنو؟ السلام عليكم دكتور. وياك الدكتور. حياك الله حبيبي، تفضل. ناس التلفزيون شويه. صار عندها الكلاس مره
دكتور. العفو، بس بامكانك تناصي التلفزيون شوي حتى نسمعك اكثر. انقطع الاتصال. دكتور، بعدنا مستمرين وياك ونريد نعرف من هم الناس اللي اكثر عرضه لهذا المرض. اي، اولا الملاصقين للمريض اللي يعيشون وياه في البيت او في مقر العمل. وطبعا هاي مسؤوليه على المريض بالدرجه الاولى، يعني المريض من يصعد مصلحه، من يكون في مكان عمل، من يكون في بيته، لازم يهتم انه الناس المحيطين به لازم يحميهم. نعم. فاذا اولا الناس الملاصقين بالمريض ولهذا لازم نفحصهم ذلك. ثانيا الناس المصابين بالسكر. هذا كلش مهم. الناس المصابين بعجز الكلى. الناس المصابين بامراض تقلل المناعه. يعني مثلا المريض ياخذ ادويه مثبطه للمناعه. الناس اللي ياخذون ديكسن، بس بالذات مثلا بنات قسم منهم يريدون يسمنون. فياخذون ديكسن حتى يسمنون. الديكسن الحقيقه يهدم مناعه الجسم. ولهذا لازم الناس تتجنب هذا الموضوع تجنب كامل. اللي يريدون يسمنون او يريدون يضعفون، اكو مراكز خاصه عند الدوله وبالقطاع الخاص يرشد اطباء، قصدي يعني يرشدوهم الى الطريقه الصحيحه لتخفيض الوزن او زيادته، ما يلجؤون لهي الاساليب. الناس اللي الفقراء المصابين بسوء التغذيه ايضا ممكن يكونون اكثر عرضه للسل. طبعا بالمناسبه وقبل يعني قبل الاربعينات، قبل 1940 كانوا الناس يداوون من التدرن يروحون مصحات. يعني مثلا قبل كان المريض الموسر اللي عنده فلوس بيصيب يتدرن بيزول لبنان. بس يقعد هناك بالجبل على الطبيعة، على الطبيعة هواء طيب، مي زين واكل زين يطيب. وكان اكو مصحة طبعا بالشمال، يروحون مصحة في سرسنج مثلا. بالعراقيين يروحون للشمال. الان انشئ مستشفى خاص للتدرن بسليمانية. مستشفى وطني طبعا. نعم. يعني لكل العراقيين، مو بس الاقليم كردستان، لا كل العراقيين، اي حاله اصابه تدرن عندها مقاومه للعلاج. يعني مثلا مريض اصيب بالتدرن، احنا يجينا لمراكز المعنيه، عياده استشاريه للامراض الصليبيه، يسوي له فحص، نطوع علاج، ورا 3 اشهر مثلا او 6 اشهر شافه ما استجاب، يسوي له زرع بلغم. بزرع البلغم يكتشفون انه هذا المريض مصاب بنوع من البكتيريا مقاوم للعلاج الاعتيادي. مقاوم. هذول المرضى المقاومين للعلاج الاعتيادي، خصوصا اذا كان مقاوم لاكثر من 3 ادويه، ندخله مستشفى. وين ندخله مستشفى؟ ندخله مستشفى في سليمانيه. عندنا مستشفى هناك مختص، يصير له ارسال اصولي ويدخل بهذاك المستشفى وياخذ العلاج مجاني. هسه عادي يبقى 6 اشهر، 7 اشهر، 8 اشهر، شهرين بهذا المستشفى. المهم يشفى. المهم احنا ما نطلعه اذا ما يشفى. مشكلتنا الاساسيه بالعالم كله مو بالعراق بس، انه المرض لانه طويل المدى، لانه المرض فتره علاجه طويله. طويله. المريض يضوج. يزهق. ياخذ الدواء شهر. يجوز اسبوع، اسبوعين، شهر، شوف نفسه شويه، شوف نفسه صار زين، يعيف الدواء. لما يعيف الدواء يتفاقم عليه، البكتيريا راح تنقلب من بكتيريا عاديه يفيدها الدواء العادي اللي نعطيه الى مقاومه للعلاج. ومن يصير البكتيريا مقاومه للعلاج بهالحاله العلاج راح يصير مكلف جدا. نعم. على الدوله وعلى المريض. فترته طويله جدا، قد تطول سنتين. وعاده المريض هو بست اشهر ما تحملها، يتحملها بسنتين. لما يعدي الناس عائلته او اصدقائه او المحيطين به راح يعديهم ببكتيريا من قاعها مقاومه للادويه، ما يفيد علاجها اصلا. المريض صعب علاجها. نقول المريض اللي حياخذ هاي البكتيريا راح ياخذ بكتيريا قويه. نعم. صعب علاجها. نعم. يعني من كيف المريض يحتاج سنتين. نعم. عذرا المقاطعه دكتور، عندنا ناديه من العمارات تصل هاتفي. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك ناديه، تفضلي. صباح النور. صباح الخير ناديه، اهلا ناديه. وياك الدكتور. والله تعادي الدكتور، انا مريضني عمره 13 سنه. الو. اي تفضلي ناديه. اسمعك ناديه. بسمعك. ابنك عمره 13 سنه. اي، وعندي
عنده تضرر يعني في الليل وايد عنده تضرر وايد في الليل تضرر خذيت للطبيب وراجعنا فيه وعلاج بس ما صار فيه. يا ست نادية هذا ابنك ما اعتقد عنده تدرن، هذا ابنك احتمال عنده سلس بولي ليلي. هذا مرض يكون موجود عادة عند الكثير من الأطفال، عادة الوقت كفيل بأن يعني من يكبرون يروح هذا، بس هي أكو قواعد أساسية بهذا الموضوع، أنه الطفل مثلا يحاول يتأخرين بالنومه، ما يشرب مي قبل اللي ينام، قاعديه بالليل قد مرة مرتين حتى يبول، وإذا شفتي الموضوع مزعج بعد أكثر وما قدرت تحملي فتوديه طبيب أطفال. طبعا ينطوه علاجات، أنا ما أقدر أوصف لك علاج على الهواء لأنه هاي حالات خاصة، كل طفل إلى حالته، يعني ممكن مثلا ممكن يكون بهذا إلا بعد الكشف الطبي سكر مثلا، ممكن يكون سكر واحتمال ضعيف، ممكن عنده التهاب مجاري بولية متكرر، ممكن يكون عنده عيب بالمثانة، هذا الطبيب يشوفه ويقرر، بس هو على الأغلب هذا سلس بولي ليلي اللي هو يعتادون عليه يعني موجود كثيرا. نعم شكرا ليش نادية، شكرا لاتصالك. دكتور بعدنا مستمرين، نريد نعرف هل التدخين هو سبب رئيسي للتدرن؟ والله التدخين لعنة وهو سبب رئيسي في الكثير من الأمراض. التدخين يضعف مناعة الرئة، الأهداب الموجودة بالقصبة الهوائية تنمسح، النسيج الطلائي المبطن للقصبات الهوائية يتغير طبيعته فيضعف المناعة الأساسية للرئة لجميع الأمراض. والتدرن هو أحد الأمراض بالتأكيد، المدخن أكثر عرضة للإصابة بالتدرن من غيره بالتأكيد يعني هذا. نعم دكتور كيف يتم علاج مرض التدرن؟ يعني نسبة الشفاء من عنده، إيش قد نسبة الشفاء نقدر نقول من عنده؟ المريض الذي يلتزم بالعلاج يشفى من التدرن بنسبة 100%. حلو. بدون أي شك. بس لازم هذا المريض يروح إلى المؤسسة الصحية المعنية ويأخذ العلاج الموصوف من قبل الطبيب من هذه المؤسسة، يعني لا يأخذ علاج من برا، لا يأخذ علاج من الصيدليات الخارجية، لأن الصيدليات الخارجية تنطين قسم من العلاج مو كل العلاج. إحنا عندنا توليفة علاجية مؤلفة من 4 أدوية موجودة في كل يعني في كبسولة واحدة. هاي أدوية مفحوصة ومعتمدة من قبل وزارة الصحة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتعطى للمريض مجانا. المريض اللي يكتشف من قبل طبيب خارجي خليه يراجعنا، احنا نشكر الطبيب اللي شخص بس يحاول لنا اياه. المريض يجينا للمؤسسة الصحية المعنية ياخذ علاجه مجانا وياخذه لمدة 6 أشهر واحنا نتابعه، نسوي له فحص شعاعي مجاني وفحص بلغم مجاني ونسوي له زرع اذا يحتاج ونسوي له حتى فحوصات معقدة عندنا ما موجودة في اي مكان اخر. نعم. يعني خارج المؤسسة، بس الشفاء مضمون بنسبة 100% إذا التزم المريض بأخذ العلاج بحسب توجيهات المؤسسة الصحية. دكتور هاي العيادات وين تكون؟ هي العيادات موجودة في كل محافظة أكو عيادة. حلو. وبغداد أكو تقريباً 6 عيادات هسه. حلو. وين هاي تكون؟ عندنا بالعيادة الرئيسية اللي هو مركز الأمراض الصدرية موجودة في مدينة الطب مجاور لمصرف الدم. أي واحد يروح هناك معروف هذا المكان معروف. موجودة عيادات استشارية فرعية. بمنية الصدر موجودة بالعظمية، موجودة بالكاظمية، موجودة بحي السلام، موجودة بالبياع، موجودة بالدورة، موجودة بالمنصور، يعني في كل مكان، في كل مكان، في كل قطاع رعاية صحية أولية. زين تكون بجنب المستشفيات قريبة على المستشفيات؟ لا 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 لا، تكون في أحد المراكز الصحية. أحد المراكز الصحية عادة تكون قريبة إلى مقر قطاع الرعاية الصحية الأولية، وبعدين هذا بس يشخص المريض ويسجل يروح إلى أقرب مركز صحي على بيتهم. حلو. أصلاً أقرب مركز صحي على بيته المريض يرسل إلى هناك، تنفتح له ضبارة والمريض يراجع هناك. والحقيقة أكو نوع من التسهيلات، تسهيلات كثيرة كل مريض وحالته. يعني مثلاً المريض يشتغل سائق يروح على خطوط خارجية، هذا ما يقدر يجي يومياً. إحنا مثلاً المريض سائق على خط عمان، سائق شاحنة، هذا مستحيل يجي يومياً المركز الصحي. إحنا شو نسوي؟ نشوف هذا المريض، يعلمه الكادر الصحي شو يسوي وينطيه دواء. مثلا يقول له انت شقد حتسافر؟ يقول له انا سافرت حتستمر اسبوع. يقول له هذا دواء مال اسبوع. حلو. روح اسبوع وارجع
نشوفك مره ثانيه نعطيك دواء مال اسبوع، ممكن يعطي اكثر بس تعتمد على وضع المريض. احنا نفضل يوميه، ما يقدر يوميه نعطيه استنادا الى حالته. واذا كان اكو بالبيت مثلا وحده معلمه او واحد يعني مثقف متعلم، ممكن نعتمد على هذا الشخص في مراقبه المريض. حلو، وينطيه يكون علاج. متعلم انه حتى يعرف. دكتور عندنا صالح من الموصل، صباح الخير عليك. صباح النور. هلا صالح، تفضل صالح، وياك الدكتور. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميت، هلا. يمكن تحب الدكتور؟ نعم، وياك فضل. الدكتور عندي دكتور، عندي رضيعتي بال 95 سوينا له صار له رئه، صار بتدرب. فالان اخذنا له فحوصات، طلع عنده تليف بالجهه الاخرى. تمام. فتتعب وما تقدر تمشي. نعم. ايش قد استمر العلاج مالتها؟ شنو رايك دكتور؟ ايش قد استمر فتره العلاج مالتها؟ والله بالبداية استمر تقريبا فترة 6 أشهر. نعم. واللي هي ساحة ما طيبانة يعني؟ فالآن يعني الجهة الأخرى هم انصابت التليف وتعب، يعني تعاني من التعب. نعم. أنت بيتكم بالموصل بالنفس لو بالأطراف؟ صالح؟ لا بربيعة. بربيعة. اي اكو عندكم منسق تدرن بربيعه، وممكن ماكو مركز تدرن، اكو مركز بالموصل داخل لا لا صح المحافظة. صح اكو عندك بالموصل العياده الاستشاريه، بس بربيعه اكو قطاع رعايه صحيه اوليه بمنسق تدرن، واكو مركز صحي قريب عليك. انت ممكن طبعا انت احسن مكان تروح له هو العياده الاستشاريه للامراض الصدريه بالموصل اللي تندلها اكيد. العفو دكتور، يعني راجعنا دكتور خارجي فقال هذا ما له علاج، يعني تبقى على الوضعيه هذه. على راسي، تراجع عين تراجع لي مركز الامراض الصدريه والتنفسيه في دائره صحه نينوى. هم هناك راح يخبروك بالضبط شنو ممكن تسوي. اذا توقف القصه اليوم هم ممكن يحولوك الى جراح صدريه. نعم. جراح صدر. وممكن يحولوك الى بغداد. نسوي لك زرع، ولا هم عندهم زرع هسه الموصل عندهم زرع، ممكن يتخذون كل الاجراءات اللي تحتاجها. ومع ذلك انت لو يمي هسه ممكن اشوف كل الاشياء عندك، بس اكو ناس بكفاءتي وممكن يكونوا احسن مني موجودين في الموصل، ممكن يشوفوك ويدلوك على الطريق الصحيح. جزاك الله خير. شكرا لك صالح، شكرا لاتصالك. دكتور شنو هذا المرض؟ صار له قد مستمر وياها ومتعالجه من عنده صار لها 6 أشهر. اي هو احنا المشكله الاساسيه بهذا المرض اما يتاخر التشخيص. المريض يعرف ويتاخر او ياخذ علاج وما يكمل. او يصير تطورات عنده. احنا نخاف من هاي الحالات. يعني هاي الحاله هسه لازم يسوي لها زرع مال بلغم. ويسوي لها اكو فحص اسمه نعم. جين اكسبيرت بي سي ار. هذا نحتاج احنا، هذا الشخص لازم يشوف، لازم يراجع المركز المختص. لازم يراجع المركز المختص. وممكن طبعا تصير مضاعفات على الرئه بحيث تتليف الرئه تليف كامل. وممكن يحتاج هذا عمليه جراحيه. يعني انا ما اقدر احكم على الحاله هسه لان لازم تنشاف، بس ممكن يروح الى جراح صدر ممكن يشيل هاي الرئه كلها. دكتور هسه انا بدي اقول لك على المضاعفات اللي ممكن تحصل بهذا المرض، شنو اسباب هاي المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ اسباب المضاعفات الاساسيه هي عدم التشخيص المبكر، عدم الالتزام بالعلاج، او وجود يعني امراض اخرى بجانب التدرج. يعني مثلا قلت لك السكر او الايدز. احنا الايدز مو مشكله بالعراق، يعني ما عندنا مشكله ظاهره في العراق اسمها ايدز. نعم. او على الاقل غير مسجله. غير مسجله بصوره رسميه. نعم. بس هي المشاكل اللي تصير مع التدرن اسبابها الاساسيه التشخيص المتاخر، عدم الالتزام بالعلاج. وبالذات احنا عندنا مشكله بصوره عامه بالبلدان العربيه والاسلاميه، احنا نعتقد هذا المرض عيب، وصمه.
التدرن. التدرن نعتبره وصمة. فلما تصاب به البنت خصوصا إذا كانت ما متزوجة، الأهل يضمضمون على أبو هاي ممكن ما تتزوج، إذا يعرفون أنه هاي البنية بيها تدرن ما حد يتزوجها. وفي أحيان كثيرة يجيبون المريضة اللي هي شابة للعيادة الاستشارية للأمراض الصدرية أو العيادات الخاصة، يقول لي لا تقول هاي بيها تدرن، لأن هاي بنية مخطوبة، وإذا خطيبها راح يعرف هي مصابة بالتدرن راح يبطل. زين ليش دكتور ممكن أن تصير لها مضاعفات بعد الزواج؟ لا، هو هي هاي فكرة اجتماعية خاطئة. هذا المرض ممكن شفاءه 100% سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة أو صغيرة أو كبيرة، بس المهم يراجعون. ولهذا في معظم البلدان العربية والإسلامية نسبة التشخيص عند النساء أقل من عند الرجال. ليش؟ لأن النساء ما يراجعون، يخافون عليهم، فتطلع عندنا مشكلة كأنه المرض يصيب الرجال بس. لا، المرض يصيب الرجال والنساء، بس النساء ما يراجعون لأن يعتقدون عيب، يقولون هاي بيها تدرن، أو يوديها إلى طبيب خاص ويداويها بسكوت فما تسجل. لا، هذا المرض قابل للشفاء بنسبة 100%، بس شخصوه وعالجوه. نعم دكتور، عندنا فاصل إعلاني، فاصل ومن بعدها راجعين. شلل الأطفال مرض فيروسي معدي وقد يسبب الإعاقة أو الموت. لا يوجد لهذا المرض علاج، ولكن يمكن الوقاية منه باللقاح الذي يعطى على جرعات في أوقات محددة. تدعو وزارة الصحة الجميع إلى تلقيح أطفالهم من عمر يوم لغاية 5 سنوات من خلال المراكز الصحية أو من خلال الفرق الجوالة لتأمين تحصينهم، لا سيما بعد ظهور حالة شلل في بلدنا. نؤكد لكم وبكل ثقة أن كل لقاحاتنا من مناشئ عالمية رصينة جداً، وظهور أعراض جانبية بسيطة متوقعة يجب أن لا يمنعكم من إعطاء اللقاح لأبنائكم. ندعو كل كوادرنا في وزارة الصحة وما عرف عنهم من الحرص العالي والغيرة العراقية الأصيلة إلى الوصول إلى كل طفل في أبعد مكان، وبذل أقصى الجهود من أجل منع خطر حدوث إصابات أخرى. بعدنا متواصلين وياكم وفقرات شلون صحتك. دكتور حابة أعرف هل هناك لقاحات خاصة ضد هذا المرض؟ والله أنا قبل لا أحكي على لقاح التدرن، أنا أريد أعرج على كلام زميلي. أكو حملة وطنية شاملة للتلقيح لشلل الأطفال. هاي الحملة مهمة جدا وضروري جدا كل طفل عمره أقل من 5 سنوات ياخذ اللقاح، لأنه بسبب الأحداث اللي بسوريا ظهرت إصابات شلل الأطفال في سوريا. نعم. وظهرت عندنا إصابة ببغداد. وإحنا نخاف من هاي الإصابة اللي تنتشر، فأنا أنصح كل الأمهات. نعم. أن يلقحون أبنائهم دون 5 سنوات بلقاح شلل الأطفال بغض النظر عن عدد مرات اللقاح السابقة. نعم. هاي مهمة. الشيء الثاني، نعم يوجد لقاح لمرض السل أو التدرن، يؤخذ عند الولادة في الأسبوع الأول للطفل. بس الأهم من اللقاح، يعني هذا هو اللقاح حتمي وموجود ضمن البرنامج الموسع للتحصين في العراق. الأهم من اللقاح هو أن نهتم بالمراجعة المبكرة إذا صار عندنا شك أنه إحنا بينا تدرن. نعم. دائما نركز على هذا الموضوع، لأنه نحتاج لأن نكتشف من وقت، ولأن نعالج صح، ولأن نواظب على العلاج. نعم. نصيحة لكل المشاهدين اليوم دا يتابعونا وتابعون حلقتنا. نصيحة لكل من يشاهدنا، ابتعدوا عن التدخين، افتحوا نوافذكم حتى يتبدل الهواء دائما بالبيت. نوعوا طعامكم،
راجعوا المؤسسات الصحة في العراق وبالذات العيادات الاستشارية للأمراض الصدرية إذا شك أحدكم أنه مصاب بالتدرب. شكرا، نتمنى لهم العافية. شكرا لك دكتور. كان معنا الدكتور أحمد مرزوق اختصاص أمراض صدرية. نشكرك دكتور، وإن شاء الله المشاهدين استمتعوا اليوم بهاي الفقرة، وأيضا يكون إن شاء الله يعني استفادوا من عدها. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعدها راجعين. بعدنا متواصلين وياكم أحبتنا المشاهدين، وتقرير كباب برياني في تركيا. تتعدد ثقافات الأكل بين الدول وبين مدينة وأخرى، وعندما تكون هنالك محطة لعرض تلك الثقافات يزحف الناس إلى هناك لأجل ذلك، وكما هو الحال في هذا المطعم الذي جاء أصحابه من مدن البحر الأسود ليعكسوا ثقافة الأكل هذه في مدينة إسطنبول التي يزورها السواح من كل حدب وصوب. مرحبا بكم. لقد كانت المشاهد التي رأيتموها هي مراحل تحضير كباب بوريان، وهي أكلة تختص بها مدن إقليم البحر الأسود في تركيا. لقد توارثنا هذه الأكلة عن أسلافنا، حيث أن الجغرافيا التي نعيش بها تتلائم مع هكذا ثقافات، حيث الخضرة الدائمة والمراعي ووجود أنواع الحيوانات. فكان ابتكار هذه الأكلة وقد نقلتها إلى إسطنبول ملتقى الثقافات، وأصبحت مرغوبة من قبل السياح. كباب بوريان هي التسمية التي تطلق على هذه الأكلة التي رأينا ومعكم كيف يتم تحضيرها. نتمنى أن تكون قد أعجبتكم. مشاهدينا بعدنا مستمرين بفقرات حلقتنا لهذا اليوم، أما الآن بفقرة تاتش مع الزميلة فرح. صباح الخير.
يسعد صباحكم احبتي المشاهدين، يسعد صباحك اشتياق. اليوم موضوعنا راح يكون مهم للرجال اكثر من النساء. دائما نسمع بموضوع مهم جدا وهو الصلع، قد يكون له انواع وايضا حالات مختلفه. عفوا، نسمع عن الصلع الوراثي اللي ممكن يكون عند الرجال، ممكن نسمع الصلع عند النساء والفوارق بيناتهم وانواعهم، ايضا ممكن يكون تساقط الشعر بدايه للصلع، لكن ممكن بعض الاحيان ما يكون الا تاثير او ممكن يظهر الصلع بشكل واضح. طرق العلاج مختلفه حسب الحالات اللي ممكن يمر بها، لكن من البدايه لازم ننتبه الى نقاط اساسيه. مشاكل بسيطة إذا تعرضنا لها راح نلاحظ أنه شعرنا يبدي يخف أو يبدي يتساقط أو ممكن يظهر حتى عندنا الصلع بطريقة تختلف. للرجال الطريقة تختلف تماما عن النساء. للنساء راح نلاحظ أنه دائما الصلع عندهم يبدي يظهر بالشعر خفيف أو يبدي يتساقط بشكل متوازن أو منتظم من كل فروة الرأس، لكن للرجال نلاحظ أنه فقط بمقدمة الرأس يبدي يتساقط الشعر نتيجة اختلاف الهرمونات أو نتيجة الهرمونات الذكرية العالية اللي موجودة أصلا عند الرجال. لكن هذا الصلع قد يكون إلى مشاكل كثيرة، قد تكون أسبابه وراثية وقد تكون أسبابه مكتسبة. إذا كانت الأسباب وراثية فهي أيضا تكون متوارثة من عائلة الأم أو من عائلة الأب حسب العائلة، لكن نلاحظ أنه بعض الأحيان يكون الصلع سريع أو صلع بطيء. ممكن نلاحظ أنه الفوارق بعض الأحيان نلاحظ أنه شعر يتساقط بكميات كبيرة ومرات نلاحظ أنه يتساقط بكميات أقل. لكل هذه الأمور علاجات مختلفة ممكن نلاحظها إذا انتبهنا للصلع من البداية. راح نأخذ نوع من أنواع العلاجات بالنسبة لتساقط الشعر ونرجع لكم. الميزة الاستخدام الثاني اللي ممكن نستخدمه للشعر، مثل ما احنا نعرف انه تساقط الشعر موجة كبيرة ممكن يعاني من عندها الرجال والنساء على حد سواء، لكن تكون باختلافات. ممكن يعاني الرجال نتيجة العوامل الوراثية، ممكن تكون عوامل استخدام للشامبوات تعرض للشمس لفترات طويلة، وايضا النساء ممكن ايضا يعانين بسبب فترة الحمل والولادة ممكن يبدي تساقط الشعر، ايضا ممكن يكون استخدام المواد الكيميائية، امور كثيرة ممكن يعاني من عندها ويسبب لنا التساقط وتلف الشعر. اكثر مشكله نعاني من عندها بالصيف اكثر من الشتاء، لانه يعني مثل ما احنا نعرف نتعرض لموجه حر عاليه ممكن تنشف البشره اكثر، وممكن نتعرض للشمس لفترات طويله نؤذي البصيره، طريقه الشتوار الفير، امور كثيره نستخدمها بالصيف راح نشوف تلف الشعر ويبدي شعر يتساقط اكثر من غيره. طبعا الطريقه بسيطه جدا وهي استخدام الميزو الحقن، انه راح نرجع نغذي بشرتنا حتى ترجع نغذي شعرنا حتى يرجع الشعر طبيعي، لانه مثل ما احنا نعرف انه يتغذى بشره الجلد الخاص بالشعر تتغذى البصيلات عن طريق الاوعيه الدمويه، فاما ننتبه الى تغذيتنا وايضا الى طريقه الحقن الخارجي حتى نستفاد اكثر. طريقة بسيطة جدا، وأيضا الجلسات تكون ممكن من 4 جلسات إلى 8 جلسات، تتخللها جلسة كل أسبوع، ما تتجاوز الجلسة أكثر من 10 دقائق. قبلها ممكن نضع معقم لكل البشرة حتى نعقم السطح للجلد، وأيضا بعدها ممكن نحقن الأماكن اللي إحنا لازم نحقنها حتى يظهر الشعر تدريجيا. نستخدم وياها الميزوثيرابي، مع الميزوثيرابي المينوكسيديل وأمور كثيرة وشامبوات تقوي الشعر، يبدي يظهر لنا الشعر تدريجيا. طبعا نشوف بعض ظهور الشعر عندنا يبدي يظهر الشعر خفيف او قليل، لكن بعدها لازم نستمر على المينوكسيديل، وبعد فتره نترك تقريبا 2 أو أكثر نرجع على ماده الميزوثيرابي، راح نشوف انه بدات تقوى للشعر، لانه امور كثيره ممكن يسبب تساقط الشعر، نقص الحديد وغيرها من الامور نعوضها عن طريق هذا الحقن. وبعدنا شفنا هذه الطريقة اللي ممكن نعالج بها تساقط الشعر، وإن كانت الميزوثيرابي اللي هو خاص بتساقط الشعر أيضا ممكن نستخدمه للصلع، لكن في حالات خاصة. بعض الأحيان ممكن نلاحظ أن الشباب في سن المراهقة يبدي يساقط شعرهم بطريقة واضحة جدا، قد يكون التساقط من الأمام بفروة الرأس أكثر وضوحا من الخلف، فنلاحظ بهذه الحالة أنه يبدي عندهم الصلع أسرع وحتى كمية تساقط الشعر كميات أكبر.
لو لاحظنا أنه مو الفقرة أنه بس عندهم الهرمون الذكري عالي، لكن هو الهرمون الذكري قد يكون طبيعي نتيجة أنه موجودة الهرمونات أو نتيجة توارثهم لموروثات معينة تأثر على الهرمونات وعلى الشعر، فيبدي يساقط الشعر بكميات أكبر. هذه الحالة يفضل أنه نبدأ بالعلاج بوقت مبكر جدا، مثل المينوكسيديل نستخدمه بصورة مستمرة بدون انقطاع نهائيا. أيضا ممكن نستخدم الميزوثيرابي مع المينوكسيديل مع شامبوات خاصة تساعد على أنه تمنع التساقط، مع بعض أنواع الزيوت اللي أصلا تعادل الزيوت اللي موجودة بالجسم حتى نحافظ على الشعر المتبقي وأيضا نحاول نرجع الشعر اللي ساقط. لكن بعض الأحيان نلاحظ أنه الصلع يبدأ بعمر العشرينات أو الثلاثينات، ممكن نلاحظ دائما بهذه الحالة الصلع يبدأ يبين أكثر. أيضا لو لاحظنا التساقط يبدأ عندنا بشكل مبكر يفضل العلاج من البداية حتى ما نخسر شعر بكميات كبيرة. لكن إذا خسرنا الشعر بكميات كبيرة أو هملنا الموضوع فممكن يتطور الموضوع عندنا وحتى الصلع صعب جدا أنه نتخلص من عنده بشكل كبير، فأكيد لازم نتأكد من الموضوع من البداية. للسيدات يختلف الموضوع تماما، السيدات يبدأ عندهم الصلع بأنه يساقط الشعر بشكل متوازي أو منتظم من كل فروة الرأس، وبهذه الحالة طبعا رح يكون الشعر فقط أخف أو حتى الشعر رح يكون أنعم وأقل وتبين فراغات موجودة عندنا بفروة الرأس. لها أسباب متعددة، من ضمنها قد يكون الصلع الوراثي اللي توارثه بالجينات، لكن ممكن تكون أسباب أخرى تساعد على تساقط الشعر وتلفه لفترات طويلة. راح ناخذ الأسباب اللي ممكن تضر الشعر بشكل كبير. بالنسبة للسيدات قد يكون استخدامهم للمواد الكيميائية مثل الصبغ والتخصيل غيرها من الأمور بشكل مستمر ومتكرر بدون ما نريح الشعر نهائيا، أكيد راح يضر شعرنا بشكل كبير ويساقط الشعر. ممكن يرجع إلى حالته الطبيعية، لكن بعض الأحيان صعب يرجع إلى حالته الطبيعية. أيضا نلاحظ أنه بعض المشاكل اللي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء، ارتفاع حرارة الجسم بصورة مستمرة أو التعرض لأمراض لفترة طويلة أو ممكن أيضا التعرض لعمليات كبرى أي التخدير يسبب إلى أنه يساقط الشعر بكميات أكبر بمشاكل كثيرة. إذا بهذه الحالة نحاول أنه إحنا دائما نحافظ على شعرنا ونرجعه مثل الأول باستخدامنا مواد طبيعية. فنحاول بحالة أنه يبدي يساقط الشعر بعد هذه الحالات نركز على أمور معينة وطرق علاج حتى نرجع شعرنا مثل الأول، وإن كانت باستخدامنا للشامبوات وإن كان باستخدامنا لأنواع مثل البخاخات مثل المينوكسيديل أو غيرها من الأمور، مواد ثانية أو تراكيب أخرى أيضا نركز على هذه الأمور. بعض الأحيان ممكن يسبب تساقط الشعر الحالات النفسية، نمر بحالة نفسية معينة ويبدي يظهر عندنا التساقط في مناطق معينة بشعرنا أو يساقط بشكل كامل. هذه الحالة ممكن نلاحظ من بعض الزوال المؤثر بفترة معينة ممكن يرجع الشعر مثل الأول، لكن إذا ما رجع الشعر تقريبا بعد 4 شهور نحاول نعالج شعرنا بطريقة حتى نرجع نحافظ عليه أو نرجعه مثل الأول يكون أفضل. حالة من الحالات اللي ممكن أو سبب من الأسباب اللي ممكن يسبب لنا تساقط الشعر عند السيدات هو الحمل والولادة. الحمل دائما بهذه الفترة ممكن تختل الهرمونات بشكل كبير وهذا شيء معروف. بعض السيدات ممكن يزداد عندهم الشعر وممكن يقل الشعر أو ممكن يخف الشعر أو غيرها من الأمور. لاحظ أنه بعد الولادة يبدي يساقط الشعر بكميات كبيرة، لكن إذا لاحظنا أنه بعد 4 شهور إلى 8 شهور من الولادة إذا ما رجع الشعر طبيعي مثل الأول أو ما رجعت أمور طبيعية حتى لون البشرة التصبغات اللي تظهر عندنا أكيد لازم نلجأ إلى العلاج المناسب. هذا ما يمنع أنه إحنا ننتبه إلى أنواع الشامبوات اللي نستخدمها والحمامات الزيتية وطرق العناية بشعرنا. طريقة شد شعرنا بطرق مختلفة، بعض الأحيان نضغط على شعرنا لفترات طويلة بأنه نشده بطريقة معينة أو قوية جدا، أو ممكن نستخدم أدوات تأذي شعرنا مثل الماسكات اللي احنا نستخدمها للشعر أو غيرها من الأمور، تكون حادة تكون جارحة ممكن تسبب أنه الشعر يتقطع بشكل كبير. في هذه الحالة لازم ننتبه إلى شعرنا حتى يكون العلاج أسهل أو سريع. ايضا حالات اخرى ممكن تظهر عندنا مشاكل اللي يبدي يظهر بها تساقط الشعر، وهو ممكن تكون استخدامنا لامور كثيره زيوت او مواد او غيرها نكون احنا مو بحاجه الها لكن تضر شعرنا بطريقه او باخرى. حتى استخدامنا للحجاب بطريقه الخاطئه اللي احنا ممكن نستخدمها دائما، نلاحظ انه دائما المحجبات يعانون من هذه المشكله اكثر من غيرهم من السيدات. حجاب خصوصا من منطقه فروه الراس نلاحظ انه دائما الشعر يكون عندهم خفيف او يبدي يساقط بشكل كبير، لكن لو هي بدأت تسرح شعرها بطريقة مختلفة أو كل مرة باتجاه الشكل راح نلاحظ أن الشعر يبقى مثل ما هو محافظ على طبيعته وبدون من أذيه نهائيا أو مشاكل يتعرض شكل حدوة حصان.
وبعدها تكون على شكل حدوة حصان بالنسبة إلى كل الشعر اللي يبدي يتساقط. نلاحظ نقطة أساسية إذا إحنا ممكن نركز بها، لو اكتشفنا الصلع من البداية واستخدمنا له مثلا الميزوثيرابي كحل أفضل. طريقة العلاج بسيطة جدا، عملية حقن بفروة الرأس. طبعا بعض الأحيان ناس تخاف من الحقن أو من الأبر بالرأس لأنه تخاف من مشكلة الألم أو غيرها، ممكن نلجأ إلى التخدير الموضعي لفترة بسيطة جدا ونبدي نحقن هذه المواد بفروة الرأس. راح نلاحظ التقدم بشكل ممكن يكون بطيء لكن بشكل ملحوظ جدا بعد جلسة أو جلستين أو ثلاثة. لاحظ انه احنا عدد الجلسات اللي عندنا، هو الكورس الطبيعي ممكن يطول عندنا 3 اشهر، لكن نبدي بالشهر الاول تقريبا عدد الجلسات ما يقل عن 6 جلسات او 5 جلسات حسب الحاله اللي عندنا. يفضل كل 5 ايام جلسه او يفضل مثلا كل اسبوع جلسه حسب الحاله اللي موجوده عندنا. بعد هذه الامور راح نلاحظ تقدم مستمر او تطور كبير جدا بانه يبدي يظهر عندنا الشعر بشكل خفيف او بشكل ناعم، ان كان للرجال وان كان حتى للنساء. راح نحافظ على الشعر اللي موجود عندنا، وايضا راح يبدي يظهر عندنا شعر ناعم خفيف باستمرارنا بالعلاج واستمرارنا باستخدامنا المينوكسيديل والمكملات الغذائيه الصحيحه، لان بعض الاحيان ممكن يكون نقص الحديد وهذا امر مهم جدا بالنسبه للسيدات، حتى نقص الحديد يسبب لنا مشاكل كثيره وهي تساقط الشعر بكميات كبيره جدا، ممكن يكون فقر الدم الى حيز أكبر أيضا بتساقط الشعر، ممكن نلاحظ نقص البروتينات أو غيرها من المواد أو حتى المكملات، طريقة الرجيم الخاطئة، أو ممكن نلاحظ ميولنا إلى بعض أنواع الأغذية دون أغذية ثانية، قلة المساج اللي ممكن نقوم به حتى يوصل الدم أسرع للفروة الرأس. هذه الأمور اللي ممكن نلاحظها اللي ممكن نتخلص من عندها، لو تخلصنا من عندها أكيد راح نشوف أنه جسمنا راح يتقبل بطريقة أفضل وشعرنا راح يرجع يطلع بطريقة تختلف. نرجع إلى الميزوثيرابي، أنه بعد ما استخدمنا هذه المواد أو طريقة الحقن مباشرة نترك المادة على شعرنا تقريبا 4 ساعات مع مساج بسيط. بعدها راح نلاحظ أنه الشعر يبدي يظهر تدريجيا. طبعا نبقى نستخدم المينوكسيديل والشامبو الخاص حتى ما نعرض شعرنا إلى أي تساقط أو أي عوامل خارجية ممكن نحميه بطرق مختلفة، نكون ويا نستخدم مواد أسهل أو حالات ثانية. نلاحظ بعض الأحيان ممكن حتى داء الثعلب إذا يطلع عندنا أو ممكن تكون هذه المشاكل، ممكن نستخدم الميزوثيرابي اللي ينطينا نتائج وإن كانت نتائج بطيئة أو بشكل بطيء، لكن ممكن تعطينا نتائج مرضية وبالطريقة اللي إحنا حابيها. إذا الصلع بدأ يختفي تقريبا وبدينا نتخلص من عنده بطرق مختلفة. طرق العلاج بدأ تتطور بحسب الحالات اللي موجودة، لكن إذا اكتشفنا الموضوع من البداية أو بشكل مبكر جدا فأكيد راح نلقى الحل بشكل أسرع وبدون خسائر وبدون ما نصل إلى مرحلة أنه ممكن نتلف بها شعرنا. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة متقدمة والصلع بدأ يصير عندنا أكبر، فما لنا حل غير زراعة الشعر اللي ممكن تكون نتائجها مرضية. بعض الشيء أنه ممكن نغطي الفراغات اللي موجودة عندنا. أما بالنسبة للسيدات فأيضا ممكن نستخدم الميزوثيرابي للسيدات بطريقة تختلف. طبعا السيدات يكون عندهم الموضوع أوسع أو طريقة العلاج أفضل، لأن هي ممكن يكون عندها الصلع الوراثي لكن راح تظهر فقط فراغات بشعرها، ما راح يظهر عندها فراغ كامل وإنما شعر راح يكون أخف وطريقتها راح تكون طريقة الشعر تختلف. فنحاول بهذه الحالة نعزز الجذر أو نقوي البصيلة باستخدامنا لهذه المواد اللي هي عبارة عن فيتامينات، أحماض أمينية، مواد تساعد على أنه ترجع الجذور مثل الأول ويرجع الشعر طبيعي وحتى النمو يكون طبيعي أكثر. هذه من ضمن الأمور اللي نركز عليها بشكل كبير بالنسبة للسيدات وللرجال. بعض الحالات ممكن تكون من ضمن الحالات اللي نلاحظها طريقة استخدامنا للشسوار للفير غيرها من الأمور بصورة مستمرة أيضا يسبب تساقط الشعر تقصف الشعر غيرها من الأمور. بعض الأحيان حتى استخدامنا للشامبو أو عفوا للكيراتين أو الكولاجين بشكل خاطئ أيضا يسبب تساقط الشعر. إذا بالبداية لازم نحدد مشكلتنا الأساسية إذا كان تساقط، نتأكد من الأسباب الأساسية. هل هذه الأسباب قد تكون نقص بالفيتامينات أو ممكن تكون نقص بأحماض أمينية أو غيرها من المواد، ممكن يكون فقر الدم، نقص الحديد، هذه أمور كثيرة ممكن تظهر عندنا، عوامل وراثية أو غيرها. بعض الأحيان تكون العوامل الخارجية مثل الحرارة يعني لفترة عالية جدا نتعرض لها، ارتفاع درجة حرارة الجسم أو غيرها من الأمور راح نلاحظ تلف شعرنا بشكل كبير. فبهذه الحالة لازم نحاول دائما نركز على حرارة جسمنا بشكل منخفض وأيضا على طريقة علاجنا أو ممكن تعاملنا مع الشعر بشكل يختلف. نحاول نركز على هذه الأمور، بعدها راح نشوف أنه هذه المشكلة بدأت تختفي تدريجيا.
غير هذه المواد وغير هذه الاستخدامات ممكن نستخدم مواد ثانية أو طرق ثانية أو حتى أنواع من الزيوت اللي تعادل الزيوت اللي يفقدها الجسم. أيضا ممكن نلاحظ أنه الشعر الجاف أي ممكن يكون به تساقط أكثر من الشعر الدهني نتيجة فقدانا للمواد الطبيعية أكثر، فنحاول نركز على هذه النقطة بشكل كبير، نحاول نستخدم الزيوت اللي تعادل الزيوت بجسمنا حتى نحافظ على جسمنا من أي مشاكل أو على فروة شعرنا بصورة رئيسية. نركز على أنه دائما عندنا الشعر يبدي يطول بشكل ملحوظ، لكن بعض السيدات ممكن يتوقف عندهم نمو الشعر، ممكن تكون هذه لها أسباب مختلفة. قد يكون الأسباب بالنسبة إلى تساقط الشعر للسيدات اختلال الهرمونات وأيضا بعض الأحيان بسبب الغدة الكظرية، فبهذه الحالة ممكن نراجع طبيب هرمونات أو ممكن نتأكد من طبيبة نسائية بأنه نأخذ التحليل الكامل حتى نتأكد أنه ما عندنا مشاكل ممكن تأثر على نمو شعرنا بشكل ملحوظ وأيضا على نمو جسمنا بشكل آخر. ممكن نلاحظ أنه هذه الأسباب سبب لنا مو بس تساقط الشعر وحتى كثرة الشعر بالوجه أو حتى بالجسم بطريقة الشعر الزائد الغير مرغوب به واللي ممكن يكون نتيجة اختلال الهرمونات. فبهذه الحالة نركز على هذه النقطة، إذا بدأ شعرنا يتساقط وبدأ يظهر بوجهنا وخصوصا بالذقن شعر طويل خشن، ممكن نلاحظ أنه عندنا مشكلة بالهرمونات ما تقبل خطأ، فنحاول بهذه الحالة نلجأ إلى العلاج بشكل كبير حتى نتخلص من كل المشاكل، أو ممكن نلجأ إلى التحاليل حتى نتأكد. مع التحاليل نأخذ أنواع من العلاج، ومعها ممكن نأخذ الميزوثيرابي أو ممكن نأخذ مينوكسيدين أو غيرها من الأمور، أكيد راح نشوف الفرق بشكل ملحوظ. يبقى استخدامنا للمواد الحمامات الزيتية وممكن للمساج اللي نلاحظ بصورة كبيرة، نحاول نركز على هذه الأمور حتى نتخلص من أي مشاكل قد نلاحظها. هذه الأمور البسيطة اللي نركز عليها بطريقة بسيطة لكن هي مهمة جدا لنا، وحتى نلاحظ على نقطة أساسية أنه أي تساقط بالشعر أو غيرها من الأمور يسبب دائما حالات نفسية مختلفة. ممكن بعض الأحيان نمر بموقف معين أو بحالة ننزعج بيها أو ممكن نأخذ حبوب مهدئة أو غيرها من الأمور، نلاحظ أنه شعرنا بعد فترة يبدي يتلف يبدي يتساقط أو غيرها، نتأكد من السبب الأساسي وبعدها أكيد راح نوصل إلى الحل الأمثل حتى نتخلص من تساقط الشعر ومن الصلع بصورة نهائية أكيد لو انتبهنا للمؤثرات من وقت مبكر أكثر ولو ركزنا على شعرنا بشكل أدق. وصلنا وياكم نهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكون استمتعت فيها بموضوعنا عن الصلع وطرق علاجه. شكرا لكم. شكرا لكم فرح يا رب، ان شاء الله المشاهدين استمتعوا بهذه الفقره. اما الان مشاهدينا راح نكون باستوديو الاخبار والزميل حسن البياتي. صباح الخير عليك. صباح الخير اشتياق، وصباح الخير انتم ايضا سادتي الاكارم في موجز اخبار راس الساعه القادمه. النائب المستقل محمود عثمان يؤكد ان دعوه ائتلاف دوله القانون الى تشكيل حكومه اغلبيه سياسيه بعد الانتخابات سابق لاوانه. ميلادينوف يرحب بتشكيل اللجنة الرباعية بشأن الموازنة ويعدها خطوة مهمة نحو الأمام. الوكيل الإداري لوزارة الزراعة غازي العبودي يصف قطع مياه نهر الفرات عن الأراضي الزراعية محاولة للتأثير على الاقتصاد وتعطيل الحياة بصورة عامة. أحياء في الرمادي تشهد انطلاق حملة أمنية واسعة بمشاركة أبناء العشائر لتعقب خلايا المسلحين. مفوضية الانتخابات تعلن إكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان العراق. جامعة الدول العربية تؤكد مشاركتها بوفدين من المراقبين في داخل العراق وخارجه لمتابعة الانتخابات العراقية. الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة اليوم للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم غد الأربعاء. وأخيراً، مفاوضات النووي الإيراني تستأنف اليوم مع السداسية الدولية في جنيف لوضع مسودة اتفاق لتسوية الخلاف بشأن برنامجها النووي. موجزنا انتهى، عودة من جديد إلى يوم جديد وزميل اشتياق. مشاهدينا بعدنا مستمرين وياكم وإلى تقرير مسرحية للعيش صلاحية في بابل. مسرحية العيش صلاحية
جسد أدوارها وتأليفها شخصين ممثلين هدفت في مضمونها معالجة الحياة السلبية وتأثيره على المجتمع ومعالجة الإخفاقات التي تعاني منها الشعوب في واقع اليومي وتحويلها حياة أفضل تليق بمكانتها الإنسانية. عرضت على خشبة مسرح كلية فنون جميلة في جامعة بابل. لا ينفع أيضا أفعل من حقي أنا أعيش إنه قانون الحياة. قانون الحياة أصبحت تشرع القوانين، ومن يستطيع أن يضع قانونا للحياة دون الرجوع إلى من تكلم؟ مسرحية تحاكي الواقع العام، الواقع العربي، الواقع العراقي بصورة عامة، وكيف يكون الناس المعدومين، وكيف نوصل رسالة إيجابية في سبيل مواصلة العيش بصورة حقيقية للإنسان الصالح، كيف تكمن في توصيل المعلومة أو توصيل الحياة السعيدة للمجتمع والابتعاد عن الحاجات السلبية التي تؤثر على المجتمع وتساعد في تهديم المجتمع. فالمسرحية تعالج بناء المجتمع، يعني ضد التهديم وإنما البناء. قدم النص صلاحية للعيش برؤية إخراجية اعتمدت بالدرجة الأساس على التسجيل الصوتي، واعتمد أيضا على أداء الممثل لبلاي باك من خلال مجموعة من الصور المسرحية التي عمدت إلى تشكيل صور مسرحية تعتمد بالدرجة الأساس على الممثل وأدائه الحركي ومن ثم الإيمائي، لا سيما أن الموسيقى كانت مسجلة هي والحوار مع الانفعال الداخلي للممثل. المسرحية تعد واحدة من اتجاهات تعالج الثيمات الأساسية لمعاناة الذات العراقية، وهي الحرمان ومنها شريان الحياة الذي لا يمكن استغناء عنه، ألا وهو الماء بحسب رأي ناقدين لها. واصل وسقاهم ربهم. واصل وسقاهم ربهم. العيش سلطة ولن تعيش حتى تهتف يا يعيش. حسنا سأهتف ماني دوري دا. لا ينفع. صحية تقوم على ثيمة أساسية أو استراتيجية لقراءة الواقع العراقي المتمثل في آليات الحرمان، فقد دفعت المسرحية ثيمتها إلى أقصى درجات الحرمان وهو ثيمة الماء، تلك التي ربما نستذكر بها الكثير من الحوادث التي تجعل من حق المواطنة وربما بطل المسرحية، أو ربما لا نقول بطلا وإنما شخصا ما مفتوحا على آفاق عالمية يطالب بحقه في أداء حياة معينة. ونحن كما نعرف بأن الماء واحدة من المكونات الأساسية سواء كانت بالفكر القديم أو في الفكر المعاصر، وربما أيضا الماء أخذ بعدا أيديولوجيا في وقائع كثيرة نعرفها في ذاتنا الجمعية. بهذه المسرحية الجميلة التي لامست مشاعرنا لأنها أصلا لامست الواقع العراقي، نأمل لمن يرى هذه المسرحية أن يشكل وجهة نظر جديدة لمعالجة الواقع المرير الذي يعيشه العراق. المسرحية احتوت على شفرات إيضاحية يكمن مفتاحها لرموزها لمعالجة واقع الحياة المرير للشعب وكيفية دراستها من خلال رسالة الفن المسرحي وبأكاديمية احترافية.
اسمع اسمع يا آدم، من يريد شربة ماء يجب أن تتوافق فيه جميع الشروط والمواصفات اللازمة. في برنامج يوم جديد، إحسان خالدي، قناة رشيد الفضائية، بابك. تحية صباحية نحييكم بها أحبتنا ومشاهدينا في كل مكان، وبرنامج يوم جديد. يسرنا أنه نستضيف الفنان التشكيلي عامر العابي، ويعتبر من الفنانين التشكيليين العراقيين اللي يتميزون بتعدد المواهب. واليوم نتحدث عن الموهبة اللي احترفها، اللي هي موهبة الرسم. صباح الخير عامر. صباح النور يا مرحبا، أهلا وسهلا بك. خلي نبدي من الرسم، كون أنت متعدد المواهب، كون أنه الرسم خلينا نقول اقرب الى قلبك. أكيد. وهل نعتبر انه الرسم اصبح احتراف لدى عامر؟ الرسم هو يعني بالنسبه لي كل حياتي، يعني انا من اني صغير لحد ما كبرت كل شيء عندي هو رسم، يعني عاشق للرسم يعني. اذا الرسم احتراف بالنسبه احتراف لك. أكيد. المواهب الثانيه اللي تتميز بها؟ والله يعني انا هاوي تصوير، وبالنسبه للفن يعني نحت وسيراميك، رسوم اطفال، حاليا اصلا مختص برسوم الاطفال. يقولون انه النحات عليه ان يكون رسام قبل ان يكون نحات. اكيد، لانه هذه الموهبه تساعده بعمله. اكيد هي الموهبه جزء اساسي يعني، بس تبقى الممارسه والتعلم يعني وتطوير المهارات، وهذا في الشيء هم كلش مهم انه اي فنان لازم يتحلى به. طيب خلي نرجع الى بدايات عامر بالرسم، كيف كانت؟ والله كانت بدايات متواضعة يعني، إلى أن دخلت كلية فنون جميلة. من دخلت كلية فنون جميلة يعني هواية أشياء تغيرت عندي، هواية مفاهيم تغيرت عندي للرسم، أو شلون أقدر أستفاد من الموهبة أخدم بها يعني، أو أوصل بها في رسالة معينة. دائما الفنان أو الموهوب لما يدخل إلى كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة دائما، وخصوصا قسم الرسم، يدخل إلى خلينا نقول المدرسة الواقعية اللي هم يعتمدون عليها كبداية أو بدايات الرسام. أكيد. السبب بالأكاديمية أو بالمعهد، معهد فنون جميلة، يعني لازم أول شيء تتعلم القواعد اللي هي قواعد الشكل، شلون ترسم الشكل أو تنحت الشكل أو تصمم الشكل البشري أو الشكل الستيل لايف. بعدين من تتطور عندك المهارات تقدر تنتقل لأسلوبك الخاص، لأنه كل فنان يتميز بأسلوب خاص يعني، فتبقى أنه شلون تقدر تطلع، شلون تقدر تقرأ أو تهذب يعني الأشياء اللي عندك، إلى أن تسوي أسلوبك الخاص. أنت من النوع اللي جربت مو فقط المدرسة الواقعية، أي أكيد. تقلت إلى التجريدية، المدارس أكيد. الأخرى أكيد. لكن بقيت متمسك بالواقعية. الواقعية أقرب إلى أنت واقعي يعني بحياتك؟ أنا أصلاً واقعي بحياتي، أقرب إلى قلبي أكثر. حتى تقدر يعني اللي مطلعين على الشغل اللي أسويه، يعني أغلب الرسوم هي رسوم واقعية، إن كانت فحم أو إن كانت رسوم الكارتون أو يعني الأشياء الثانية. رسمت البورتريت، رسمت الطبيعة، كيف تختار المواضيع؟ يعني اللي أحسها أقرب، يعني اللي أحس أنه ممكن أنه الناس تتأثر بها وتشوف بها الشغل الصعب، يعني استفاد من المهارات اللي اتمتع بها، اطلع بها شغل يعني يبهر الناس. طيب بالمدرسه الواقعيه، المعروف انه الفنان او بعض الفنانين ممكن نتعرف على شخصيتهم، على البيئه اللي هم بيها، على خلينا نقول الواقع اللي عايشيه بلحظه رسمهم للوحه، ممكن يتعرف عليه من خلال اللوحه. اكيد الاشخاص اللي عندهم وعي وادراك. انت من النوع اللي ممكن انه نتعرف على تفكيرك، على ما يجول بداخلك من خلال لوحاتك؟ والله هذا في الشيء يعني صعب، بس تشوف اغلب الرسامين العالميين يعني عندهم شلون نقدر نقول بلوحاتهم، بالالوان اللي يستخدموها او بالاسلوب الرسم تقدر تتعرف انه هو كان عصبي او كان مرتاح او كان يعني عنده مثلا مجموعه مشاكل يوضحها برسومه. يعني الرسوم اللي هي تصير او الاسلوب اللي يشتغل به هي عباره عن خزين مشاعر يعني، او خزين احاسيس ممكن انه ينزله على سطح معين او يعني
على لوحة معينة. طيب انت بعد ما كملت الدراسة بكل معلومة المشاهدين ما يعرفوها انه عامر انتقل الى تركيا، انتقلت غربة حوالي 10 سنوات، لكن بقيت مستمر بمهنتك وبموهبتك أكيد. اللي هي الرسم، ونقدر نقول هناك نمت هذه الموهبة وتطورت أكيد. يعني أنت منتحتك بالثقافات الثانية أو المواهب البرة، يعني اللي هي مو مواهب محلية، يعني أكيد راح تتطور قابلياتك، يعني لأن أنت حصير في محك أنه أنت تريد تثبت نفسك أو تريد تثبت موهبتك يعني أو الإمكانيات اللي تتمتع بيها، فلازم أنه تشتغل بجدية ولازم تشتغل بشكل يعني توصل بي يعني فكرتك للرسم أو رسالتك اللي تريد يعني تأديها. يعني 10 سنوات أنت خلينا نقول قدمت إبداع وقدمت لوحات وعملت مجهود، لكن هذه المواضيع ممكن إنه انحسبت للغير، إنه لدولة تركيا. أكيد. نشاهد الآن هذه المعارض، هذه المعارض يمكن الصور الفوتوغرافية، أنت ذكرت إنه أنت أيضا عندك موهبة يا موهبة هاوي تصوير أو هاوي تصوير، حدثنا عن أكثر عن هذا المعرض. بالنسبة للتصوير احنا مجموعة مصورين، نعم، يعني حتى اسمنا بموقع التواصل الاجتماعي هو الفيسبوك مجموعة المصورين العراقيين، نعم. جمعنا وحاولنا نسوي شيء، اريد نوصل رسالة اللي هي العراق بخير والعراق حلو والثقافة العراقية هي ثقافة مميزة بحضارتها بالإنسان اللي بيها. سوينا معرض بتركيا، معرض جوال، كان محوره أنه نوصل الثقافة العراقية، يعني من الآثار اللي عندنا، من الأشياء اللي عندنا، العادات، البورتريت العراقي، يعني كان هذا بداية. بعدها انتقلنا سوينا معرض ثاني اللي هو تقريبا قبل أسبوعين بدبي، اسمه لمسات عراقية، حاولنا هم نوضح به نفس الفكرة. لمسات عراقية هذا خاص بالرسامين؟ لا لا لا، هذا خاص بالمصورين، يعني بالمصورين. والجمعية العراقية المصورين أيضا خاصة بالعراقيين؟ لا 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 لا، فقرة الرسم الرسم راح ننتقل لها هسه بعد شوية، بس بالنسبة للتصوير يعني احنا عندنا مجموعة مشاريع، انه طبعا بتمويل ذاتي، هذا كلش مهم، انه يعني ما حصلنا دعم من اي مكان، كل المصورين جمعوا فلوس بيناتهم جمعت عن طريق الفيسبوك، عن طريق الفيسبوك وسوينا يعني فتشي، انتقلنا من موقع التواصل الالكترونيا للواقع للواقع نعم. وبالفعل هسه احنا من عندنا عرض من السفارة العراقية باليابان، نعم، انه نسوي معرض للتصوير بطوكيو. جميل. وإن شاء الله بعد ما نقيمه عندنا مجموعة مشاريع بلندن، فنلندا، بأربيل، وإن شاء الله نسوي فد شيء حلو ونوصل صورة حلوة عن العراق من خلال التصوير. يعني خلال فترة قليلة نشاهد أنه جمعتوا أو استقطبتوا كثير من الموهوبين العراقيين. أكيد. سواء بالرسم أو بالتصوير، يعني 7000 مصور دا ينجمعون، وأيضا اعتبرتوا من القشلة والمتنبي شعر هو أي مكان أنه يعني خلينا نقول بيتكم اللي تهتمون به. أكيد. هذا الشيء مميز، وأيضا من ضمن المعلومات اللي وصلتني انه انت اللي تقود هذه المجاميع. والله هو مو بس انا، يعني بالنسبه للمجموعه لمسه عراقيه، نعم، اللي هي تحوي اكثر الفنانين الموهوبين، نعم، بالرسم والتصوير. احنا اللي يميز مجموعتنا التحفيز، انه اكو مواهب ما اتيحت لها فرصه التعلم بالاكاديميه، نعم، او المعهد. من دي يتجمعون دي يشوفون اكو حافز، انه الناس دي تشجعهم انه يقدمون الافضل من شغلهم، يعني اني وغيري بدنا نحاول يعني نساعدهم انه يعني ينهضون بالفن. يعني احنا اخذنا فرصتنا، يعني انا لفتره طويله اشتغلت واحترفت الرسم ويعني وسويت انجاز، واحده من الانجازات اللي سويتها كتب المناهج. حدثنا عن هذا، انت غياب 10 سنوات بالغربه، الان رجعت للعراق ورجعت بمشروع كبير، حدثنا أكثر عن هذا المشروع وتعاونك مع وزارة التربية أعتقد. أكيد. نعم. المشروع دعمته أكثر شيء مؤسسة مدارك، نعم، اللي هو المدير التنفيذي مالتها كاظم عبد الزهرة، نعم، اللي يعني سوى فد شيء كلش مهم، يعني غير مناهج هي أصلاً مو شغلنا، يعني كانت شغل أجانب، استقطب مجموعة من الفنانين، واحد من عندهم أني،
حتى نغير واقع الرسوم. حاليا الرسوم دخلت تقريبا كل بيت عراقي، يعني بما يقارب 5 ملايين طفل عراقي يعني تتربى ذائقتهم الفنية على رسوم حلوة ورسوم واقعية يعني ما وعراقية وعراقية بأيادي عراقية بأيادي عراقية. يعني هو هذا اللي يميز شغلنا يعني داخل المؤسسة، انه كل الموجودين عراقيين. يعني انتم يطرحون عليكم المواضيع وبالتالي انتم اللي تختارون؟ اكيد هي نعتمد على النص، نعتمد على النص اللي موجود داخل الكتاب واحنا نأدي الرسوم مالته. يعني واكتمل هذا المشروع؟ اكيد اكتمل. احنا اشتغلنا بال2010 اول مجموعه، وهسه حاليا بدنا نشتغل بتغيير الكتب من جديد لانه هسه تغير المنهج، وان شاء الله نسوي فد شيء يعني يليق بالاطفال العراقيين. الشيء المميز انه من خلال احتكاكنا مع المنتمين لهذه خلينا نقول المجاميع، لمسات شعريه ولمسات عراقيه، وايضا تجمع المصورين او هذا المجموعه اللي خاصه بالمصورين، مجموعه المصورين العراقيين، انه ذكروا انه عامر من الاشخاص اللي ما عندهم يعني مثل ما يقول سر المهنه ينطي، بالتالي يعلم الاشخاص ما يبخل عليهم شيء. هذا الشيء ممكن ولد نوع من الالفه بيناتكم، وبالتالي اكيد كان هناك دعم من قبلك لهم، وايضا هم حبهم والموهبه اللي موجوده بهم، بالتالي ايضا حب التعلم أكيد. ولما يكون هناك شخص خلينا نقول عنده خبره كافيه في مجال التصوير والرسم وايضا مجموعه من الفنون التشكيليه، اكيد هذا ينطي طبع جيد، وبالتالي نحصل على مجموعه من الشباب الموهوبين. حلو. الموهوب يعني هو يعني مثل ما قلت لك، هو ما اتيحت له فرصه التعلم. من يشوف انه اكو شخص فنان يهتم به انه ينطي من خبرته، وعلى قولتك يعلم سر المهنه اللي هو اغلب الفنانين يعني شويه يتحرج انه يعلمها. انا اشوف انه ماكو مشكله، يعني خليه يتعلم، خليه يصيرون مجموعه فنانين، يعني مو واحد واثنين وثلاثه، خليه يصيرون مجموعه. هذول المجموعه تدري ممكن يغيرون ثقافه كامله يعني لبلد، يعني ممكن يسوون فد شيء كلش مهم. سووا ذكرت لي قبل البرنامج انه احد المصورين العراقيين ابتكر شيء بموضوع التصوير. عندنا المصور اسمه كرم السنجاري، تميز بتصوير الفلك. تصوير الفلك هو فشيء كل الصعب، يعني انا سامع عليه واغلبنا سامعين عليه، بس عند الاجانب يعني يصوروا. هو بامكانيات يعني بسيطه، كاميرا يعني ما نقدر نقول عاديه، هي احترافيه، بس هو طريقه استخدامه لها اللي قدر يسوي هذا الشيء. وهي كانت عباره عن فكره يعني كنا نسولف بها قبل اشهر، اللي هي تقريبا قبل 4-5 اشهر. يعني هسه حاليا صار على مستوى العراق نعرف انه هو مصور فلك، يعني هذا الشيء يعني يضاف لنا كثقافه عراقيه، انه اكو مصورين عراقيين يعني قدموا شيء عالمي، مثل يعني محمود العيبي، مثل يعني اسامي هوايه ممكن يعني خلال فترة قصيرة سوت شيء مهم. يعني الجميل انه كل هذا هو بتمويل ذاتي، يعني ماكو دعم. كيف اذا كان اكو دعم؟ والله اذا كان اكو دعم يعني المعارض يعني اتصور حيلقون اقبال كل شيء كبير، لانه التمويل الذاتي هو يعني يعتمد على شلون نتقارب بيناتنا ونتفق بيناتنا على ان نسوي شيء معين. نعم. اذا اجانا دعم هذا فشيء يعني ممكن يسوي لنا يعني حافز انه ننتج الافضل او ننتج يعني الاشياء الاحسن، وبالتالي الفنان ما تتشتت افكاره أكيد. نحو الماده وضيق الماده، وبالتالي يكون هناك التفكير فقط بعمله انه كيف يبدع به اذا بالفعل. كان هناك دعم متوفر. قدمت معارض على مستوى الرسم؟ على مستوى الرسم يعني اشتركت بمعارض مشتركه اغلبها، يعني ما سويت معرض شخصي. ان شاء الله بالمستقبل يجوز اسوي معرض شخصي، يعني اللي يهمني انه اقدم فن. يعني المعرض الشخصي يضيف لي بس ما يضيف للناس. الناس يعني تحتاج الفن اللي احنا ننتجه، تحتاج الثقافه اللي نريد نوصلها للناس، اللي نريد نوصلها لهم يعني. فالصواب كنت مهتم اكثر انه اوصل فد شيء احسن ما اوصل فد شيء لنفسي. طيب منو الشخص اللي ترك بصمه لدى عامر بمجال الرسم؟ والله هم اثنين، يعني واحد من عندهم استاذي الغالي اعتبره استاذ وميض حاليا بدوله الامارات، والثاني اللي تاثرت به بالرسم يعني واللي اعطاني حافز كلش قوي
صديقي جعفر صادق، رسام واقعي يوصل بشغل الفوتوغراف، يعني هذا كان الملهم الأول يعني بشغله. ممكن أنت مخلي قدوة لك جعفر أكيد صادق؟ أكيد أكيد، يعني أنا أحاول أنه أجاري أو أحاول أوصل لمهاراته يعني بالشغل هذا، فشي مع العلم أنه يشرفني من يعني الفنانين الشباب أكيد اللي بعد أمامهم طريق طويل إن شاء الله. هي الموهبة ما توقف عند عمر معين، يجوز أكو ناس أصغر من عندي أو يجوز أكو ناس أكبر من عندي، المهم أنه أنت شو المن تختار وبمن تتأثر. طيب حتى طور شغلك. شاهدنا بعض الصور أو اللوحات اللي هي مو كلها لك، ممكن لبعض المشاركين أكيد. واللي تحدثتني أنه هم ممكن مشاركين جدد، يعني ما صار لهم فترة قليلة على التدريب، لكن شاهدنا أنه لوحات جميلة. الجميل بالموضوع أنه هم يعني صار لهم فترة دا يشتغلون، يعني أقل من يمكن 4 أشهر أو 5 أشهر، أكو ناس صار لها شهر من تعلمت على أسلوب معين وقاعد تبدع بيه. يعني هذه اللوحة لمن؟ هذه اللوحة اللي مصور، هذول مصورين شباب، مصورين شباب شباب من ضمن المجموعة اللي ضمن المجموعة مع المصورين. يعني هذه لوحة ولا صورة؟ هذه تصوير، تصوير فوتوغرافي. إذا أنت شاهد الآن هذه الصور الفوتوغرافية للشباب اللي هم بمجموعة مصورين العراقيين، واللي حضرتك أنت خلينا نقول مهتم بهم وبالتالي تدعمهم من خلال أكيد. التدريب الموجود وأيضا إعطاء الخبرات من حضرتك. طيب الألوان، تدخل بالألوان لها دور كبير بموضوع الألوان، لو أنت فقط تعتمد على الفحم برسم الصور؟ برسوم الفحم هو أكيد، يعني اللون الأسود هو اللي يظهر الأشكال، يعني يظهر الظلال يعني، بس بالألوان بشغل الكارتون أو الشغل الملون يعني أكيد الألوان هي لها دور كلش مهم بظهر اللوحة يعني، والتحكم بيها يعني شلون أنت تستفاد من خبراتك بظهر لوحة يعني مميزة. يعني دائما العراقيين يستمدون بعض الامور من التراث، الشناشيل البغداديه هذه أكيد. الامور دائما اللون الازرق هو متواجد طبعا مع الفنانين التشكيليين، هذا فشي بالارث يعني موجود، يعني بالسبع عيون والخرز والهاي، هذا فشي مهم يعني موجود هذا الموضوع انه تهتم باللون الازرق في لوحاتك. لو ايضا تحكمك اللوحه ايضا تحكم، انا يهمني انه اخرج لوحه يتاثر بها المتلقي، يعني بغض النظر عن الألوان يعني أو المواد اللي أستخدمها بها، يهمني أنه يتأثر بها ويعرف أنه أكو فن عراقي صف، يعني هذا شيء مهم. طيب بالنسبة للمعارض اللي شاركت بها، بعض الفنانين يتحدثون أنه هذه المعارض ما تجدي نفعا بالنسبة للفنان، يعني على مستوى بيعها بالعكس سوق اللوحات، يعني هي أهميتها ما تكمن ببيع اللوحة نفسها، أهميتها تكمن أنه اي فنان موجود او اي موهوب موجود ما دام قاعد يشتغل، هذا مستقبلا اكو جهه اعلاميه حتجي مثلا تاخذه يطورون به مشروع معين. يعني هسه مثلا الناس يعني من عرفتني على اسلوب شغلي قالوا انت تعال شغلك مميز، اريدك تشتغل شيء مهم اللي هو موضوع المناهج. جميل، هذا المهم بالموضوع. يعني اوكي هو البيع حيصير اول وتالي، وراح يعني راح يصير به مردود مادي، بس انه انت يبقى شلون تطور قابلياتك على الفنان الاهتمام بموهبته أكيد. وبالتالي يخلي الماده الامور ماديه هي في المستقبل، هي اول وتالي حتجي، يعني اول وتالي اذا انت طورت من مهاراتك وقابلياتك بالشغل طبيعي راح تجي. طيب انا صراحه دورك، يعني انا سمعت انه انت اكثر معجبيك هم الجنس اللطيف الفتيات، هذه المعلومه صحيحه؟ لا يعني لا هو واضح صحيحه يعني لا يعني مو كلش مهم يعني بالنسبه لي، يهمني انه الناس تتعلم والله. طيب يعني هذا شيء، من الفنان دائما يبحث عن الجمال أكيد. كيف اذا كان هذا الجمال جمال المراه، يعني ممكن هناك تفاصيل في المراه تشد الفنان انه يرسمها. يعني رسم المراه هو يعني اقدر ادرجه ضمن الفنون اللي انه نشتغلها، هي مو كل شيء يعني انه انت لازم ترسم الجنس اللطيف، لا يعني أنا أشوف العجائز هم يعني أقرب لنا، يعني التجاعيد اللي موجودة بالوجوه هي يعني تجاعيد الزمن والفترة اللي مرينا بها، يعني فترة طفولتنا. يمكن أيضا رسمها صعب يكون أصعب. أكيد رسمها كلش صعب يعني، ويحتاج منك مهارة حتى أنه تخرج الشكل أو الوجه يعني بصورة تقبلها الناس. طيب هذه مجموعة المصورين العراقيين اللي وصلت إلى 7000 أو أكثر من 7000، بها فتيات؟ أكيد.
اكو مصورات يعني يشتغلون. المجموعه هي مو بس بالعراق يعني، اغلب الموجودين بها هم خارج العراق يعني، اللي سافروا واللي صارت لهم فرصه انه يطلعوا خارج البلد يعني، موجودين ضمن المجموعه. ومن قلت لك من فقرات التمويل الذاتي يرسلون الصور مالتهم وعلى اساسها نطبع ونعرض. الموضوع خلينا نقول ابداعها يكون مقارب لابداع الرجل بهذا المجال يعني، داخل العراق شويه الظروف يعني ما ساعدها يعني، تعتمد على تصوير الداخل يعني، تصوير داخل البيت او فشي، بس برا لا يعني اكو مصورات يعني سووا فشي كلش حلو. طيب شنو اللي يطمح له عامر واللي بعد حنان ما سواه؟ والله هو طموح يعني ما اعرف، يجوز هو نقطه، هو نقطة كبيرة ممكن نصير مستقبلا، انه يصير اكاديمية او معهد للموهوبين، يشمل به الموهوبين وانه يطورون قابلياتهم به حتى يخدمون البلد. مع هذا العدد اللي موجود معاكم في مجموعة الهمسة العراقية، همسة وايضا مجموعة المستوى العراقيين، مع هذا العدد والموهوبين الموجودين اعتقد تحتاجون فقط دعم حتى يكون هناك معهد. اكيد اكيد يعني يعني يا ريت له انه يعني اي جهة معينة تهتم بالموضوع. احنا يعني عندنا اكتفاء ذاتي انه بدنا نشتغل وبدنا نحاول نسوي معارض حلوه. عندنا معرض الجمعه بمهرجان الزهور، مهرجان الزهور بعد كم يوم يعني، حتشوفون بي يعني انتاجات الفنانين. لو يعني لو مستقبلا ممكن ان نسوي فشي كبير، قلت لك الاكاديميه يعني اعتقد حتخدمهم، حتخدمهم ونسوي فشي. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في عملكم. فنان تشكيلي عامر العابي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا كان حوارنا مع الفنان التشكيلي العراقي عامر العابي، وتحدث عن مسيرته الفنيه في مجال الرسم وايضا مجال التصوير والفنون الاخرى. فاصل قصير بعد نكمل فقرات، نخليكم يعنى. إذن مشاهدينا مستمرين لكم في تكملة فقراتنا ومواضيعنا منوعة، وأكيد الكثير بانتظار الزميلة العزيزة جنان فيكتور ليتحدثهم عن الأبراج. لك الجو يا صاحبة الإطلالة الجميلة. صباح الخير علاوي، وصباح الخير لكل مشاهدينا الأعزاء. صباح مشرق وسعيد إن شاء الله على الرغم من الغيوم، لكن الإشراقة والسعادة هي تكمن من أنه تكون الشمس مشرقة من داخلنا تجاه نفسنا وتجاه الآخرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفقرة زودياك لهذا اليوم، وماذا تهمس لنا الأبراج وما هي التوقعات الفلكية. وكذلك استقبل اتصالاتكم وأجيب عنها أكيد في وقت الفقرة من خلال اتصالكم بالهواتف أكيد الموجودة بأسفل الشاشة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أصبحنا نعرف ومعتادين أن الخارطة الفلكية هي أساس التوقعات العامة ومعرفة مدى تناغم الكواكب مع بعضها. فهل أن هذا اليوم هو من الأيام الأكثر حظا لأبراج وأقل حظا لأخرى؟ هذا ما سنعرفه من خلال استدراج الخارطة الفلكية. الخارطة الفلكية لهذا اليوم، وتعتبر أيضا هي لمولود برج هذا اليوم اللي سبحانه رب العزة والمجد يهب الحياة للأطفال، نتمنى لهم حياة سعيدة ودائمة. 8/4 خارطتهم الفلكية والخارطة الفلكية العامة. ولمواليد هذا اليوم، الشمس موجودة في برج الحمل الناري، كوكب عطارد متواجد في برج الحمل الناري، كوكب الزهرة في برج الحوت، إضافة إلى الكوكب الآخر اللي هو المريخ متراجع في برج الميزان. ووصلت إلى كوكب المريخ، وأستقبل اتصال معي. كل الهلا بشهودة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام بنتي الحبيبة، أهلا شهد. كل الهلا بنتي، يا هلا. انت شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟
الله يسلمك، اذا انت زينه اني زينه. تفضلي بنتي. الحمد لله. طبعا انا من متابعيك يعني دائما. حبيبتي هذا فتشي يشرفني. لا حياتي، اقول لك سجنان عمري، انا من مواليد 1993. نعم. 13/8. نعم. نعم. 13/8. نعم. نعم. ورايد المواليد الثانية يعني 1992. نعم. الشهر الثاني 8. ها 8/2، هذا شنو توافق بيناتكم الا شنو بنتي؟ ايه اريد التوافق يعني، انا يعني مثلا الزواج يعني رايده شنو حتى يتوقف يعني بيناتنا. الزواج ماكو زواج متوقف، ماكو شيء متوقف، انت دا تظنين انه هو متوقف، بس اسمعيني تابعيني بالوقت مال الفقره وراح تسمعين فتشي فرحك. متصلة، زين شو اسمها المتصلة؟ متصلة من بغداد تقول انطيني التاريخ لو سمحت. 13/3/11. تدلل. شكرا، شكرا جزيلا، اشكر تعاونكم، كنترول متعاون جدا. خل اخلص الفقرة، ما يخالف بسيطة، انطيك 25. الخارطة الفلكية تقول الشمس موجودة في برج الحمل الناري، وكوكب عطارد موجود في برج الحمل الناري، الزهرة موجودة بالحوت، وكوكب المريخ الشرس جار الأرض الشرس موجود في برج الميزان وهو في حالة تراجع، وهو أيضا كوكب آخر متراجع في برج العقرب ألا وهو زحل، كوكب المشتري في برج السرطان، كوكب أورانوس في برج الحمل، نبتون في برج الحوت، وبلوتو في برج الجدي. هذه هي الخارطة الفلكية لهذا اليوم. والقمر، القمر أين القمر؟ القمر ينهي خلو مسار لكي يدخل إلى أين؟ إلى برج الأسد الناري. في هذا التواجد القمري يعتبر أيام يعني حظ، أيام حظ كثيرة لمواليد، وخصوصا ومن رؤية الخارطة الفلكية راح نشوف أنه أكو كواكب تدعم مولود برج الأسد، إضافة إلى الأبراج المستفيدة من هذا التواجد القمري. فعلى هالأساس من نجي نشوف، قلنا مجموعة الحمل النجمية دا تستقطب كوكب أورانوس، الشمس مع عطارد، فالخارطة الفلكية تقول ثلاثة كواكب وين موجودة في برج الحمل، القمر وين في برج الأسد، رح يبقى مدة تقريبا 3 يومين ونص. هذا يعني بالتوقع العام. فمن رؤية تناغم الشمس مع القمر، فالتناغم بهذا اليوم والخارطة الفلكية موجود، لأنه الشمس قلنا بالخارطة الفلكية في برج الحمل، والقمر في برج الأسد، إذن هناك تناغم حلو بين الشمس والقمر، هذا من ناحية أوكي، وتناغم القمر مع كواكب. طيب مع من متناغم القمر؟ متناغم مع كوكب أورانوس، مع الشمس، مع كوكب عطارد، متناغم مع الزهرة في برج الحوت، متناغم تقريبا يعني ماكو مشكلة في وجود كوكب بلوتو، أيضا ماكو مشكلة يعني مو زاوية تربيعية، الزاوية التربيعية الوحيدة اللي دا يشكلها القمر مع كوكب زحل الموجود في برج العقرب. فعلى الرغم من أنه هناك كواكب متناغمة، لكن أكو فالتنافر بسيط، لهذا فتعتبر هذه الأيام أكثر حظاً لأبراج المجموعة ذات الطبيعة النارية وكذلك المائية. من هي الأبراج ذات الطبيعة النارية؟ هم أولاً مولود برج الحمل الناري، مولود برج الأسد الناري، مولود برج القوس الناري. تعتبر هذه الأيام أيام الأكثر حظاً بالنسبة لكم، لأنه القمر متناغم مع ثلاثة كواكب، وما معقولة ما راح تكون هذين اليومين يومين إيجابية.
فأتمنى أنه تستفيدون منها أحبائي. كذلك مجموعة الأبراج المائية، مو كلها، إنما هي مجموعة الحوت النجمية ومجموعة السرطان النجمية راح تكون الفترة بالنسبة لهم إيجابية. فالعقرب يستطيع في هذا اليوم، هذين اليومين، من أنه يخلق أجواء إيجابية من خلال تعامله وشون نقول طريقة إدارته للأمور المهنية، فراح يستطيع إذا استطاع أنه يوفق هذا الموضوع ممكن أن يحول هاليومين إلى أيام أكثر حظا. هذا يعتمد عليك يا مولود برج العقرب. الآن نأتي إلى الأبراج الأقل حظا والغير مستفيدة للأسف من هذا التواجد، نتيجة لتشكيل زاوية غير إيجابية بين القمر وكذلك كوكب زحل في برج العقرب. مواليد برج الثور، مواليد برج العقرب، وكذلك مواليد برج الدلو. هذه المجموعة قد لا تستفيد من هذين اليومين، قد تعانون منها من فد وعكة صحية بسيطة، تراجع نفسي، انفعال، رهافة حس، تأثيرات قد تبدو نوعا ما مقبضة. فنحاول قدر الإمكان أنه نعرف أنه هذين اليومين لا تبدوان مشمسة إنما غائمة، فماكو داعي أبدأ بأشياء جديدة، ماكو داعي أحاول أنه أحتك بالآخرين، وإذا صار لا سمح الله أي شيء من هذا القبيل فأحاول قدر الإمكان أنه أتجنبه وما أدخل في أمور تقلب الطاولة علي. نأتي الآن إلى لمحة بسيطة عن ما تقوله الأبراج نتيجة لتواجد القمر في برج الأسد الناري. هل أنت مستعد معي سيدي المخرج؟ نعم نعم. مولود برج الحمل يقول لك القمر: أنا في بيت القلب وفي بيت الحب وفي نابضك أنبض، ستشعر بالحب في هذه الفترة عزيزي مولود برج الحمل الناري. إضافة إلى بالنسبة لك تعتبر أيام إيجابية للي ناوي من عندكم عندفة سفر، أمور تخص سفر، معاملات ينجز بيها سفر، دايري دي يقدم على سفر، تعتبر هذين اليومين إيجابية بالتقديم، دراسة ممكن أنه إذا كنا ماخذين فكرة غير معقولة أو مقبولة عن قسم من الناس أو من نحبهم كثيرا، فهي فترة لحوار بناء وإيجابي لأجل مصالحة وتسوية. هذا بالنسبة ما تقوله التوقعات لمولود برج الحمل. استفيد مولود برج الحمل من الأوقات الإيجابية عزيزي. مولود برج الثور، الفترة تقول قد تحتاجك الأسرة، البيت، كذلك أمور أخرى تخص الجذور أو الوطن أو أحد الوالدين، فهذه الفترة متطلبة لهذه الأربع عناصر. إضافة إلى ذلك قد تشكو من انحلال أو تراجع أو تكاسل في الطاقة، لذلك عليك الاهتمام بوضعك الصحي والاهتمام بأحبائك. كذلك المنزل قد يتطلب من عندك الاهتمام. إذا كان عندك عملية نقل أو تحويل أو مقرر فلا تتخذها اليومين لأجل أنه يعني تتحول بها أو تطلب مكان سكن، اترك إلى أن يعني يغادر القمر برج الأسد. مولود برج الجوزاء عزيزي، مولود برج الجوزاء، أنت موجود، القمر موجود في بيتك الثالث، هذا يعني أنك إنسان قادر على التفاوض، مفاوض رائع، قادر على إيجاد قواسم مشتركة بينك وبين ما تشكو منه. قد تشكو من فالتوتر بسيط على صعيد أحد مع أحد الأشقاء أو المحيطين، حاول قدر الإمكان أنه تستفيد من عنده في تمشية معاملاتك. الطالب من مواليد برج الجوزاء راح تكون إمكانية استيعاب العقلية قوية، فهذه الفترة صالحة للدراسة.
مولود برج السرطان عزيزي، قد تحتاج أنت أو أحد أحبائك إلى عناية صحية نتيجة للتأثيرات الفلكية اللي تمر بيها، فقد تضطر إلى دفع مصاريف استشفائية لك أو لأحد أحبائك، كأن تريد أنت تقوم بهذه العمليات، عمليات بيع أو شراء تكون موفقة بالنسبة لك هذين اليومين. قد يأتيك مبلغ من المال، إضافة إلى ذلك فترة هي نوعا ما تعتبر هادئة، نوعا ما بها مشكلة. مولود برج الأسد والقمر في برجك، مولود برج الأسد، الفترة قد تكون إيجابية من نواحي كثيرة، لكن يعني وجود القمر في يعني كوكب زحل في بيتك الرابع، يعني نقدر نعتبر أنه الفترة إيجابية 75%، وأكو فد أمور عائلية تطفو على السطح أو مشاغل عائلية راح تكون مشغول بيها، كالاهتمام بأحد الوالدين أو أكو فد شغلة تخص الأشقاء الأولاد، يعني هذه مسائل تكون مشغول بيها. لكن على الرغم من ذلك الفترة إيجابية حلوة، يومين ممكن أنه تمضي قدما بمصالحك بها. مولود برج العذراء عزيزي، مولود برج العذراء القمر موجود في البيت الذي يسبقك، قد تشعر بانقباض نفسي خصوصا وأن كوكب الزهرة ونبتون موجودين في البيت المواجه بالنسبة لك. قد تشكو من انحلال صحي، انقباض احيانا او شيء من الكآبة، التراجع النفسي والصحي، هذا فشيء كلش طبيعي. حينما اشعر بذلك فماذا افعل؟ الجأ الى من هم قادرين على انه يخلصوني من هالاجواء، اضافة الى ذلك احاول انه ارفه عن نفسي باي طريقة من الطرق، اعتني بالصحة كي لا تعتل، اخذ فيتامينات، عصائر، هالمسائل هذه اللي ممكن تقوي جانب الصحة الموجود عندي. إن شاء الله القمر بعد كم يوم، يومين ونص، راح ينتقل إلى برجك، فيكون إن شاء الله ستبدو أكثر طاقة وأكثر نشاط وأكثر حيوية وأكثر تفاؤل بخروجك بفكرة معينة تخليك تتغلب على هالانقباض اللي دا تشعر به في هذين اليومين. مولود برج الميزان عزيزي، تعتبر الفترة بالنسبة لك لا بأس بها، لأن يعني يلعب الأصدقاء دور في حياتك، إذا كان عندك عمل مع مؤسسات نافذة أو منظمات أو جمعيات أو أمور عندك طلب عندهم تستطيع أن تقدمها في هذين اليومين. يعتبر هذا اليوم البيت أيضا بيت الأماني، قد تستجيب السماء لأمنية من أمانيك مولود برج الميزان، وكذلك بيت الحساد، فانتبه من هالموضوع. مولود برج العقرب عزيزي، مولود برج العقرب سوف تسعى إلى تدعيم سمعتك وأمور اللي تخص المهنة والشأن العام والنجاح، تستطيع في هذين اليومين بجدك ومثابرتك وطاعتك للقوانين بأن تحول هذين اليومين إلى أيام أكثر حظاً من خلال اجتهادك في عملك وطاعتك لرؤسائك، وكذلك مثابرتك وعدم ارتجالك للأمور، سوف تحصد ما تزرع. انتبه من وعكة صحية بسيطة قد تنتابك في هذه الفترة. مولود برج القوس يا عزيزي، مولود برج القوس القمر يقول أنا ألطف الأجواء، كانت تلك الفترة متشنجة، ومن منكم يعاني من تشنج مع الشريك، الزوج أو الحبيب أو شريك العمل أو حتى الأولاد، فهي فرصة إيجابية لبعث المحبة والسلام والتعاون. كن أنت المبادر لأجل من تحب، لأننا في حياتنا دائما نجاهد لأجل من نحب، فعبرة هذا اليوم تدفعك لكي تجاهد لمن تحب في أن تزرع الحب والخير والفرح من هم حولك. الأيام إيجابية وتدعوك لذلك. مولود برج الجدي يقول الفترة بالنسبة لك مالية عزيزي،
إذا كان لك تعامل مع مصارف أو أمور تخص الديون أو تسديدها أو أخذها أو أمور تخص البورصة، العمل، هالمشاريع هذه، بإمكانك أنه تستغل هذين اليومين، حتكون موفقة بالنسبة لك. أيضاً اللاشعور يعمل لديك، قد تنتابك شيء من الكوابيس أو أرق، هذا فتشي طبيعي نتيجة لوجود القمر في بيتك الثامن. مولود برج الدلو، عزيزي مولود برج الدلو، كن أكثر صبراً مع شريك العمل وشريك العاطفة، قمراً في الأسد وزحلاً في العقرب، كوكبين تستدعي من عندك أولاً الحفاظ على الصحة، وكذلك ويا الصحة شوية نحافظ على أعصابنا. لو كان أكو في جسمنا مجمدة للأعصاب فلكنا وضعنا أعصابنا في مجمدة، لكن بقرارة نفسنا نستطيع لو قررنا. فأتمنى هذين اليومين أنه تكون أكثر صبراً وضبطاً للذات. مولود برج الحوت يقول لك القمر إني في بيت الصحة والعمل، قد تبدو لك مشاغل لست تتوقعها أو ما تحسب لها حساب، إضافة إلى ذلك يدعوك الوضع العام للاهتمام بالجانب الصحي. هذا ما تقوله توقعات الأبراج بالنسبة لتواجد القمر في برج الأسد الناري، والله أعلم. بالنسبة إلى الأخت شهودة تقول أنا 13/8 و 8/2 أسأل إنه هل أكو زواج أو عفواً توافق. توافق بين برج الأسد وبرج الدلو نوعاً ما أكو بي شيئاً من النقاش، لأنه يعتبر أيضاً هو بيت الزواج، لكن بنفس الوقت هو بيت الطلاق وكذلك بيت الخصم. نجي الآن إلى 13/8 أي عشرية؟ يا 13/8 يا عشرية، تعتبر الفترة الأسد من 22/7 إلى غاية 23/8، ف 13/8 داخلة ضمن العشرية ياهو الثالثة. العشرية الثالثة المريخ، ماشي؟ هذا أول واحد. بالنسبة إلى 8/2 اللي هي العشرية الثانية من الدلو فهو عطارد. عطارد والمريخ والأسد والدلو، نسبة التوافق نوعاً ما يمكن رح أثاقل عليكم بكلام. في يوم من الأيام كان أكو فد ولد طفل قاعد وأمه تقشر البطاطا بالسكين، فكان الضوء دا يلمع في على السكين، فالطفل دا يشوف فد شي دا يلمع، فلح على والدته قالها أريد الهذا وأريد الهذا، وظل يبكي عليه ظل يبكي عليه. فهل يا ترى إنه الأم راح تنطي السكين إلى طفلها؟ أحياناً أكو أشياء نريدها ونراها تلمع في الضوء كما هي، كما هذه السكينة اللي تلمع في إيد الأم. يا بنتي الحبيبة تبدو لنا نريدها ونتمسك بها، لكن في الحقيقة هي سكين قاطع. هذا التوافق إن صارت بإشكالات فقد يكون في صالحك بنتي. حاولي إنه لأنه إذا تريدين تتوافقين مع هذا الشخص قد تتعبين. إذا كنت مستعدة إلى هذا التعب فليكن. المصداقية هي الشعار بالحياة، وأهم شيء إنه نقول إذا أكو توافق أو ماكو. فهذا التوافق شوية حيكون متعب بنتي. أما بالنسبة للارتباط بغير هالمواليد فماكو أي إشكال. بالنسبة لكم مواليد برج الأسد راح تحققون في هذه السنة وفي السنة المقبلة حتى منتصفها إن شاء الله أمنية تتمنوها. وهسه تشوفين وراح يجيك قسمة أخرى راح تكون أفضل أفضل بكثير. بالنسبة إلى المتصلة 13/3 و1/1 هل أكو ارتباط؟ ما أكو مشكلة بين الارتباط بين الحوت والجدي. الفترة الأفضل للارتباط تكون إن شاء الله بعد 20/4، يعني شهر الخامس إن شاء الله راح تكون أفضل بكثير من الفترة الحالية.
أتمنى لكم الخير والموفقية، أتمنى أنه ما أكون أطلت عليكم بالحديث، الخير والسلامة والمحبة أقدمها لكم. شكري لكل من تابعني وشكري للكنترول المتعاون وللمخرج، وأتمنى لكم الخير. ألتقيكم بكرة إن شاء الله بإذن الرب. شكراً إلى جنان، شكراً لكل هذه النصائح الحلوة. لهنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم غداً بإذن الله، وأكيد أشكر زملائي وأشكر كل ضيوف اللي رافقونا بالحلقة. أتمنى لكم نهار سعيد، مع السلامة.